اهلا بيكم، كل سنه وحضراتكم طيبين. يعني سواء بقى اخواننا اللي في الساحل الطيب ولا الساحل الشرير، الصيف قرب يخلص وبيقول لك باقي 30 يوم تقريبا، من 21/6 الصيف ل 21/9 ويبدا الخريف، لان احنا تعرضنا لموجات حاره شديده جدا يعني. لكن كان دايما يقولوا لنا واحنا صغيرين لو الحر جه شديد في الصيف يبقى البرد هيجي شديد، يعني اتعلمناها كده، بس ده طبعا ليس له اي اساس علمي. هل الشتاء اللي جاي هيبقى شتاء شديد ولا شتاء خفيف؟ الله اعلم. لكن العالم فعلا تغير، بقينا بنعيش عصر الاوبئه زي ما حصل في فيروس كورونا، ثم ظهر المتحور الجديد اللي منتشر في العالم دلوقتي، وطلع عندنا في مصر حالتين منهم، لكن وزارة الصحة بتعلن ان الحالتين زي الفل والامور تحت السيطرة. طيب، في شائعة انتشرت كده بتقول لك ان الدراسة هتتأجل. ليه يا باش مهندس؟ قال لك علشان الكورونا الجديد. اولا ده كورونا مش جديد، يعني ده متحول. الحاجة التانية، وزارة الصحة بتنفي نفي قاطع تأجيل العام الدراسي. طيب هي ليه وزارة الصحة اللي تنفي؟ مش مفروض وزارة التربية والتعليم؟ لا، لأن وزارة التربية والتعليم لما وزارة الصحة هي اللي تقول لها وقفي يبقى الوقف. فوزارة الصحة بتنفي تماما إن في أي نية للتأجيل. فده بس علشان إيه؟ نجيب من الآخر وما نقعدش نفتي. طيب، المتحور الحالي لكورونا أخبره إيه؟ كل الأساتذة الطب وعلى رأسهم أستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين أعلن ان تستطيع ان انت تعالج المتحور الجديد بعقار الباراسيتامول، يعني اي حاجة فيها باراسيتامول تقدر تاخدها وتعالج. ده معناه ان هو فيروس او متحور ضعيف يعني، فده ما فيهوش اجازة او تتصل بالمدير بتاعك تقول له اسكت مش انا جالي متحور جديد هاخد لي اجازة اسبوعين، هيقول لك لا اركب وتعالى، هو باراسيتامول وتريح يوم والكلام. فالحمد لله الامور يعني حتى في العالم كله هو منتشر بكثره، ينتشر بشكل سريع لكنه ما بيشكلش حاله خطيره يعني، بعيدا بقى عن الفزع. وبره يجي يقول لك بعض شركات الادويه والطب هنعمل عقار جديد، فدوها شغلانه بقى، هتقعدوا تقلبوا القرشين يعني اللي في حيله الناس يعني. لكن اهم حدث النهارده لو انت بتسالني عليه في الكرة الأرضية هو اجتماع البريكس. ايه البريكس ده يا اخويا؟ نمنا صحينا الحق البريكس، والبريكس تقبل انضمام مصر ليها. ايه هو البريكس ده؟ في عام 2006 جم خمس دول حلوين قوي تقال، الصين، الهند، روسيا، البرازيل، جنوب افريقيا، وقالوا ما تيجي نقعد مع بعض ونعمل جمعية، مؤسسة، هيئة نتبادل تجاريا فيها، ونسمح ان احنا نحتوي عدد من دول العالم. البريكس ده كل حرف هو اسم من اسماء الدول الخمسة، برازيل اهي، رشا اللي هي روسيا، في اخر اس دي اخر دولة انضمت، ساوث افريكا اللي هي جنوب افريقيا، السين اللي هي تشاينا. فعشان كده جه اسم البريكس. المهم قالوا نقعد ونشتغل مع بعض ونعمل تبادل تجاري ونودع الدولار بينا وبين بعض. الكلام ده فات عليه، ده من 2006، يعني فات عليه 17 سنه. راحت ايام وجت ايام وابتدى البريكس ينشط ويبقى له اجتماعات والكلام، الى ان وصل لدورته الحاليه 17. عملوا دلوقتي بنك خاص بالبريكس، قرروا السماح لدول اخرى تنضم، الامارات تنضم في دعوة للسعودية، اثيوبيا، مصر انضمت وهتبدأ فعاليات انضمامها من اول يناير. طيب ايه الهدف؟ اول حاجة لازم تعرف مجموعة البريكس دي مجموعة تقيلة ذات ثقل اقتصادي عالمي، يعني مثلا اجمالي الناتج القومي بتاعهم واجمالي صادراتهم واجمالي قوتهم الاقتصادية 31%،
مجموعة السبع الكبار 30%، فده ثقة. كمان مجموعة البريكس فيها ميزة إنها من مختلف قارات العالم، يعني شوف جنوب أفريقيا منين، شوف البرازيل منين، أمريكا الجنوبية، شوف روسيا منين، شوف الصين فين، الهند الكلام. كمان بيشكلوا نسبة كبيرة من التجمع السكاني، بتكلم تقريبا في 42% من سكان الأرض هم في مجموعة البريكس. يا أخويا يكفي الهند والصين، شوف قد إيه دول، بسم الله ما شاء الله يعني. فدول بيشكلوا مجموعة كبيرة. الهدف هو إنهم عايزين يعملوا تبادل تجاري اقتصادي بينهم بعيدا عن الدولار. طيب هل معنى كده مصر تستورد من جنوب افريقيا والبرازيل وروسيا القمح وتقعد تطبع جنيهات جنيهات تديها له وهو يرجعها لك؟ لا طبعا. هيبدا يتعمل يا اما عمله موحده كده افتراضيه تبدا يتم تقييم بقيه العملات عليها، يا اما هيبقى تقييم بالذهب، يعني صوره من الصور. تعال بقى نروح للبيت الابيض. البيت الابيض رد فعله كان فاتر، قال لك ايه البريكس ده يا اخويا؟ مش هيأثر علينا ولا حاجه، احنا زي الفل، هم اساسا مختلفين بينهم وبين بعض، ولا يمكن ازاحه الدولار. نزل عم بوتين اللي ما حضرش الاتفاقيه عشان عنده حرب، لكن حضر عبر طبعا الفيديو او الزوم، وقال البريكس توجه ضربه قاضيه للدولار وداعا للدولار. هنبدا بقى نشوف مثل هذه المناوشات. بس تخيل البريكس يبقى فيها السعوديه، الامارات، مصر، روسيا، الهند، الصين، دول تقيله قوي. طب مصر هتستفيد ايه؟ اول حاجه مش هيبقى عليها ضغط انها لما تيجي تستورد من الدول دي يبقى لازم توفر دولار، لان احنا مشكلتنا اليومين دول في الدولار، فدي تخفف الضغط شويه. ما هو مش كل ما مصر تستورد قمح يبقى لازم تستلف دولار. يعني من كام يوم رحنا للامارات وابو ظبي، بنك ابو ظبي، عشان نقترض 500 مليون دولار على 5 سنين نستورد قمح. ساعتها لا مش هنحتاج ده، يقل الضغط، نقدر نصدر لدول المجموعه. هتبان الملامح بس لو حكومتنا انتبهت انتباه شديد لمجموعه البريكس وقدرنا ندخل في هذا العالم. انت هتبقى قاعد في كرسي جنب الصين والهند والبرازيل وروسيا، يعني دول مش قليلة بالمناسبة. لكن تعالوا نشوف مزايا أخرى للبريكس ممكن ناخدها. لكن قبل ما نحدد الكلام ده عايز أقول إن الرئيس السيسي عبر عن امتنان مصر لمجموعة البريكس إنها وافقت على انضمام مصر ليها، يعني ده الرئيس السيسي قال ده النهارده. في بقى يعني عدد كبير من دول العالم اللي عايزه تروح يا اخويا للبريكس، يعني مش دول هامشيه، يعني السعوديه والامارات دول مش دول هامشيه، دي دول كبيره ومؤثره يعني. لكن اهم حاجه ان مصر عايزه يعني ينبغي عليها ان تبحث ازاي تستفيد استفاده كبرى من هذا التجمع. هروح لدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، يحدد لنا يعني كيف تستفيد مصر من انضمامها للبريكس. ليه انضمام مصر ده حدث كويس ومهم، وايه اللي نقدر نصدره للدول دي ونستفيد منه، وهل فعلا هيمنة الدولار على التجارة العالمية هتبدأ تتراجع؟ مساء الخير دكتور عبد المنعم، اتفضل. مساء النور يا فندم، واهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. طبعا انضمام مصر لمجموعه البريكس او تحالف البريكس اعتقد انه هيكون شيء جيد جدا، نستطيع ان نستفيد منه استفاده كبيره. لكن طبعا مجموعه البريكس في حد ذاتها زي ما حضرتك تفضلت وقلت هي لها ثقل على في المجتمع الدولي وعلى الاقتصاد العالمي، وهي يعني النهارده اصبحت تنافس اكثر من مجموعه السبع، وباذن الله بعد انضمام مجموعه الدول التي انضمت لها 6 دول اعتقد ان هيكون هذه المجموعه بتنافس مجموعه العشر، ودي طبعا الافضل والاقوى على مستوى العالم. مجموعه البريكس الهدف منها او تم انشائها بهدفين،
واحد ان يكون هناك تبادل تجاري ما بين الدول. لا هنعاود مرة اخرى مع دكتور عبد المنعم السيد، وعايز اقول ان حدث، سيبك من رد فعل امريكا الفتلة، امريكا عارفة ان هناك سعي من دول العالم حتى على المستوى الثنائي، يعني السعودية والصين كان في اتفاق مسبق بالتبادل التجاري بينهم بكلا العملتين الريال والعملة الصينية اليوان، يعني في اتفاقات كده، وروسيا اتقلع عين وعايزة تشيل الدولار طبعا كعملة دولية مهيمنة ومسيطرة. خلي بالك الغاء الدولار من المعاملات الدولية يعمل أزمة كبيرة 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 للاقتصاد الأمريكي. ببساطة أمريكا عمالة تطبع دولار وتنزله كل أسواق العالم، أنت وقفت الاعتماد على الدولار، الدولار هيرد ليها تاني، هيعمل تضخم كبير، ينهار الدولار كعملة، الدول هتلجأ إلى أنها تعمل عملات تانية أو تلجأ للذهب. عودة مجددة للدكتور عبد المنعم السيد، اتفضل كمل كلامك. فاحنا بنتكلم انه الفكرة الاساسية انه التعامل بعيدا عن الدولار وتكوين تحالفات اقتصادية، والابتعاد ان يكون العالم كله قايم على قطب واحد وهي الولايات المتحدة الامريكية. صحيح ان الولايات المتحدة الامريكية تمتلك ربع اقتصاد العالم ومساهمتها في الناتج الاجمالي العالمي 25%، ولكن العالم بيحاول ان يكون هناك عدة اقطاب او عدة مجموعات توازي الولايات المتحدة الامريكية. فكرة هيمنة الدولار يمكن كانت كلمة الرئيس بوتين ان هناك نبتعد عن الدولار، وان هناك جاء الوقت ان يكون هيمنة وسيطرة الدولار تبتعد، ولكن خلينا نتكلم بنقول بجزء من العقل. الابتعاد وهيمنة الدولار لن يعني تقل بين ليلة وضحاها، لكن هتستمر على الاقل من 8 سنوات الى 10 سنوات، لانه حتى دول البريكس ومن ضمنهم الصين وهي تعتبر اقوى اقتصاد في مجموعة البريكس تمتلك 2.4 تريليون دولار احتياطي نقدي، فسقوط الدولار يعني تحقيق خسائر كبيرة لدولة زي الصين ثم تليها دولة زي الهند، وبالتالي فكرة ان يقع الدولار لا، ده مش حتى في صالح مجموعة او قضايات الاقتصاديات العالمية الموجودة داخل البريكس، ده من جزء. لكن احنا عندنا مجموعة مكاسب هتتحقق للدولة المصرية. اولا ان هناك اتفاقيات تجارية ما بين اعضاء دول التحالف البريكس ان يتم التعامل بدون جمارك وبدون رسوم جمركية، وبالتالي تستطيع الدولة المصرية زيادة التبادل التجاري، زيادة الصادرات المصرية، جذب استثمارات جديدة. احنا النهاردة عندنا منطقة صناعية كبرى داخل محور قناة السويس اللي هي سيدا، المنطقة التابعة للصين، عندنا حديث عن المنطقة الصناعية الروسية، وبالتالي ممكن نجذب منطقة جديدة اللي هي منطقة الهند الاقتصادية أو الصناعية، وبالتالي نستطيع جذب استثمارات جديدة، وده مهم جدا، ده معناها زيادة الصادرات المصرية. أيضا يعني جذب وفود سياحية جديدة لأسواق ودخول مصر في أسواق جديدة وجذب أسواق جديدة، احنا بنتكلم على السوق البرازيلي، بنتكلم على الأرجنتيني، بنتكلم على أسواق جديدة نستطيع الدولة المصرية أن تجذبها. الأكثر من ذلك التعاون بين مصر بصفتها بقى عضو وعضو أساسي داخل هذه المجموعة اللي هي تسمى فيما بعد البريكس بلس، اللي هي اعتبار من طب تعالى دكتور عبد المنعم شوية عشان نبسطها للسادة المشاهدين، ارجعوا لي يا كاميرا. السؤال الأول، هل احنا عندنا ما نصدره لكل هذا العالم اللي بيشكل 42% من دول العالم؟ يعني عنده صادرات كتيره لروسيا والصين والهند والبرازيل والسعوديه والامارات، ده واحد. الحاجه الثانيه، احنا كده بندي انطباع للمواطن ان الامور عندنا هتتحسن اقتصاديا. طبعا دي ما بتبقاش تكت زر كده يعني دوسه زرار يعني. فجاوبني على السؤالين، هل عندنا ما يمكن ان نصدره، ولا على الحكومه ان تبدا من الان يعني؟ ما بالضبط ده ما كنا يعني نود ان نهمس به في اذن الحكومه المصريه والمجموعه الاقتصاديه، انها لابد من دراسه السوق الاقتصادي والميزان التجاري والصادرات والواردات لكل دوله من اعضاء البريكس، ومعرفه مناطق القوه ومناطق الضعف. نستطيع بحاجتين، واحد اشوف ايه المنتجات اللي انا اقدر او عندي ميزه تنافسيه
سواء كانت منتجات زراعيه، سواء كانت بعض المنتجات زي المنسوجات، بعض الاجهزه القابية. احنا عندنا برضو دول افريقيه، بنتكلم على جنوب افريقيا نستطيع نصدر لها، عندنا اثيوبيا نستطيع نصدر لها، عندنا احنا عندنا صادرات، عندنا صادرات نقدر نصدر بها بس في امكانيات محدوده حاليا. يبقى لازم ننشط بقى ونبحث عما يعيق الاستثمار والتصنيع، وده تحدي كبير يعني. ده جزء، ونشوف ايه اللي ممكن نقدر نصدره بسهوله. ده محتاج شغل من خلال وزاره او هيئه الاستثمار الحاليه، من خلال الغرف التجاريه، من خلال الغرف الصناعيه، نشوف امكانياتنا الصادرات. بس لازم ادرس الاعضاء الموجودين في هذه المجموعه ايه هم احتياجاتهم من السوق المصري. طيب خلينا اتوقف واسالك سؤال تاني. لو احنا مش هنتعامل بالدولار، هو انا هروح اشتري قمح من روسيا بالجنيه المصري؟ طب هو هروح اشتري اجهزه ومعدات هندسيه تكنولوجيه فائقه الجوده من الصين بالجنيه المصري، ولا في عمله وسيطه؟ اولا هو هناك حديث عن يكون هناك عمله مقاومه بالدولار لاعضاء التحالف، ولكن دي هيكون هناك لجنه هتحددها، ودي هتاخد من 2 إلى 3 سنوات وتقيم بالذهب وليس بالدولار. ده جزء. لكن خلال الفترة دي حتى لو ان كان هناك تعامل بالعملات المحلية، العملات الوطنية، لكن هيبقى مقوم بالدولار. يعني انا قوتي النسبية للدولار قد ايه، وقوة الروبل للدولار قد ايه، والايوان الصيني للدولار قد ايه، وابدأ اتعامل بعملات محلية. طب الفائض، طب انا بتعامل مع الصين على سبيل المثال، بتعامل ب 13 مليار دولار، 11.5 مليار الصين باخد منها بضاعة ب 11.5، وبصدر لها في حدود 1.5 إلى 2 مليار تقريبا. طب الفائض ده مش هتاخده مني بالجنيه المصري، يا اما ازيد من حجم الصادرات للسوق الصيني، سواء كانت صادرات منتجات او صادرات خدمات زي خدمات السياحه. طب الفائض لا طبعا هيتم المعامله به بالعملات الاساسيه المعترف بها دوليا، سواء كان الدولار او الذهب. لكن في المجمل انت بتقلل من هيمنه، مش بتمنع، لكن تقلل من هيمنة وسيطرة الدولار على التعاملات الاقتصادية ما بين مصر وما بين هذه المجموعة. انضمامنا لهذه المجموعة يعد يعني إضافة للاقتصاد المصري. أقدر أزيد من صادراتي، أقدر أزيد من استثماراتي، وأجذب استثمارات من هذه الدول داخل الدولة المصرية. إن أنا لو خلال السنتين القادمتين بإذن الله لو في عملة موحدة أستعيد بها وأتعامل بها بديل عن الدولار، اعتقد هتكون برضه فكره جيده ان انا اقلل الفجوه التمويليه اللي عندي. صحيح. دعني اشكرك دكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهره للدراسات الاقتصاديه. عايز ابسط لك عشان ما دوشكش كمشاهد، لان الاقتصاد مزعج يعني. تعال نفترض ان الحكومه هنا في بلدنا ظبطت طريق مصر اسكندريه الصحراوي، السرعه عليه دلوقتي 120، هي ظبطته وخلت السرعة 200 كيلو في الساعة كمثال، انت هتبقى فرحان ومزقطط وعمال تطبل وترقص وتقول ده انا من هنا لاسكندرية هاخدها في ساعة، ساعة الا ربع. انا اسألك سؤال واحد، اخبار العربية اللي معاك ايه؟ هل العربية دي تقدر تدوس بنزين وتجيب ال 200 كيلو في الساعة؟ هو ده السؤال. يعني البريكس حاجة كويسة، نقدر نصدر لروسيا والهند والصين وامارات بص لكله، وخلي بالك هما كمان بيصدروا لينا. طيب هل احنا عندنا صادرات ولا احنا عندنا مشاكل في التصنيع ومصانع بتقفل؟ نشوف عندنا مشاكل في الاستثمار، عندنا عندنا عندنا. يبقى اللي انا اتوقعه ان الراجل المحترم دكتور مصطفى مدبولي والمجموعه الاقتصاديه يقعدوا كده مع بعض من غير شاي وقهوه ويقولوا احنا هنجري بقى العربية دي ونرفع سرعتها من 80 كيلو في الساعة ل 200 كيلو ازاي، في مثال طريق مصر اسكندرية الصحراوي. هي دي الفكرة. لكن انا ما اقعدش فرحان ان المرور عمل لي طريق مصر اسكندرية على 200 كيلو، بس انا عربيتي اخرها 60-70 كيلو. خلي بالك ايضا زي ما انت بتفكر كمصر عشان عندك سوق مفتوح وعايز تصدر البرازيل والهند والصين، هم برضو فرحانين ان عندهم سوق زي مصر 110 مليون ما عايزين يصدروا لك. فده عايز بقى شغل وعمل جد جدا، ويعني اتاحت الفرصة امام الاستثمار. يعني انا
يعني هي فرصة طيبة لو استعدينا ليها. أتمنى ما تروحش، خلي بالك ده هيحصل من يناير القادم، 1 يناير. بس تعالوا أخدكم لموضوع عايز أكلمكم فيه، وهو موضوع أثير مؤخرا، يعني طرحه أحد السادة الإعلاميين الصديق العزيز أسامة منير، يتعلق بتربية الأولاد. أنا بكلمك بصراحة، يعني أحيانا وانت قاعد مع بعض أصدقائك فتلاقيه مربي ابنه تربية رفيعة أوي، يعني الولد حاضر يا عمو صباح الخير وحاطط وشه في الأرض بيكلمك، فانت تيجي تقول لصاحبك ايه، بقولك ايه الدنيا بره بايظة، الولد كده مش عارف أول ما يكبر ويحتك بالمجتمع يعرف يتعامل، ده الناس تاكله، ده يقول عليه بنت، ده كذا، خليه كده يتدردح ويشتم ويشتبك مع الحياة. هل احنا كأباء الأصل ان انا كأب زي ما ابويا وامي كده ربوني وغرزوا فيا اخلاق وقيم ودين ومسل، انا مفروض بغرسها في ولادي عشان يطلعوا برضو محترمين زي ابوه، هل انا بقى مفروض في اللقطة دي مع الزمن اللي اتغير والانفتاح اللي حصل في الميديا والسوشيال ميديا واللي عربيته تتحكم، عربية تنزل والله تلاقي واحدة مدمزيل ولا ست كده وحتى ميك اب بالشيء الفلاني عمالة تقول لك كلام بذيء مثلا، نعلم ولادنا ازاي؟ يعني اخليه مؤدب قوي ولا ابيح قوي ولا نص نص، ولا اقول له اقدبه بس اقول له بره في كذا، ما هو مش عارف برضه يتعامل. يعني القضية دي مسار جدل بالمناسبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدد كبير جدا من الآباء والأمهات بيحتروا فيها. يعني انت هتلاقي الطبقة الوسطى، هتلاقي الطبقة الوسطى بياخدوا الطفل ويودوه مدرسة لغات، وبعد كده يودوه النادي يلعب لعبة رياضية يتفوق وهكذا، عايزين يثقفوه يخلوه يقرا، فانت جايب بقى واحد كده شاب محترم مهذب، ولا لازم نخربشه؟ طب ايه نوع الخربشه؟ طب ايه حدودها؟ تعالوا نروح لاستاذ الدكتور محمد عادل الحديدي، استاذ الطب النفسي بجامعه المنصوره. مساء الخير دكتور محمد. مساء الخير عليك ومساء الخير على كل مشاهدينك، كل سنه طيب. عندك كم ولد؟ عندي ولد وبنتين الحمد لله. السن؟ الولد في اولى ثانوي وفي بنت في الجامعه وبنت لسه في المرحله الاعداديه. الولد والبنت نعلمهم ازاي؟ هل انت برضو معلمهم بطريقه الطبقه الوسطى، الادب الاحترام الاخلاق الكلام ده، ولا اللي غزك غزه واللي يشتمك شتمه واللي يضربك طلع عين اهله، ولا ايه؟ لا طبعا، لا انا بعلمهم، لان انا الغرض انا الاساسي ان انا لازم اعلمهم الاخلاق والادب والاحترام والدين. ده لازم انت بتزرعه فيهم وتعلمه لهم، وفي نفس الوقت ما بتقفلش عليهم الدنيا عشان يبقى يعرف الغلط ايه والحاجه ايه. اهم حاجه في التعليم في المرحله دي هي المصاحبه، يعني ايه؟ هو الولد بيشوف حاجات كتير والبنت بتشوف حاجات كتير، لما انت بتكون دورك قريب منهم وتقدر تعرف هما بيشوفوا ايه، وهما بييجوا يصرحوك ويكلموك هتقدر تنصحهم بطريقه بسيطه بالنسبه للي هما بيشوفوه وتوجههم للطريق الايه الامثل. موضوع الحظر وان انا امنعهم ان هما يشوفوا المجتمع، هما كده كده هيخرجوا في وقت من الاوقات وكده كده هيواجهوا فهيتفاجئوا وهيتصدموا بشكل كبير جدا. المرحله اللي انت بتبقى فيها في المرحله بتاعتهم دي في البناء بتاعهم، اولا في المرحله وهم صغيرين في الابتدائي انت لازم تعلمهم اخلاق وادب ودين وتربيه، بحيث ان القيم دي هي القيم اللي دول اول 7 سنين. اول 7 سنين بعد كده بتخليه ان انت يخرج ويواجه ويجي يحكي لك، وانت بتبدا تقول له بس ده ضرره كذا وده فائدته كذا، ده ممكن يؤذي كذا وده ممكن يؤذي كذا، بحيث ان انت بتكون معاه بنوع من انواع الصداقه ونوع من انواع التوجيه. تعالى ناخد امثله عمليه، يا بابا احمد ضربني في المدرسه. تمام. هتقول له اضربه ولا هتعمل ايه؟
اول حاجه بساله اشمعنى ضربك انت بالذات واشمعنى ما ضربش باقي الناس التانيين. ولو حصل حاجه زي كده الضرب بتاعك ده انت مفروض تتكلم وتروح تشوف المسؤول عن المشرف او حاجه. لو المشرف ما جابلكش حقك لا روح اضربه. لان في الوقت ده انت مش قادر او ان هو محدش قادر يجيب لك حقك. لكن لو جاب لك حقك يبقى انت مشيت بالشكل السليم ومحدش هيقدر يعمل لك حاجه تانية. لان الولد لازم يحس ان هو مش مقصور ولا ضعيف، وفي نفس الوقت لازم يحس ان هو حقه بياخده. يعني ما هو لو الولد كل شويه هيضربه ومش هياخد منه حق لا. بس لازم اعلمه ان يبدا الاول انه ياخد حقه بالطريقه السليمه والطريقه المتاحه. لو المدرسه ما قدرتش تجيب له حقه او الاخصائي ما قدرش يجيب له حقه في الوقت ده لازم ياخد حقه، والا هيحس انه مقصور وان انت ما قدرتلوش تديله حقه فيبدا يعمل. طب اولادنا وبناتنا بيسمعوا مصطلحات وكلام محدد في البيت، لكن لما بيخرجوا الشارع لا بيشوفوا حاجه تاني خالص، والفاظ تاني وشتايم تاني وحاجات كده. بيحصل بيحصل. وعشان كده انا مثلا لما اركب العربيه لازم اخليه هو اللي يشغل الاغاني اللي هو بيسمعها اللي هو بيعملها، يشغلها لي على الكاسيت بتاعه بحيث ان ابقى سامع المصطلحات اللي هو بيعملها وابقى قريب من الكلام ده. ولو في حاجه انا مش فاهمها او حاجه انا مش عارفها مش عيب ان انا اساله دي انتوا تقصدوا بيها ايه او تعملوا بيها ايه، طب اشرح لي كده هو ده الفكره بتاعتها ايه. عشان كل ما انت هتبين له ان انت قريب منه ومش بتركض لمجرد النقد ولا بترفض لمجرد الرفض هيعرف يتعامل معاك ويتكلم معاك بشكل اكتر. طب دكتور محمد هنميل الى ايه بقى؟ الوسط في التربيه يعني ما ادبوش قوي وما طلعوش متشرد قوي ولا ايه؟ لا هي الفكره كلها مش فكره كده، الفكره ان القيم لا تجزى، انت هتعلمه صحيح والدين والحرام. ان ممنوع السرقه ممنوع صح كل الكلام ده والدين والحلال والحرام تمام. بعد كده انت بتخليه يعمل اللي بيتقابل الناس وتقول له شوف ده كده حرام ده كده غلط ده كده صح. انت هنا معاه عشان تشرح له الواقع العملي للي هو بيشوفه. احنا كده لو انت مكانه هتعمل ايه؟ اقول له انا لو مكانه ما اعملش كذا. لا ما تعملش كذا، هو صاحبك ده عمل كذا بس ده حرام بس ده غلط، ده ممكن يأذيه بعد كده بشكل معين، ده ممكن نتيجته تبقى بشكل مخالف، بحيث ان هو الكلام اللي فهمه واللي انت عرفته له قبل كده نظري يبدا يفهمه على الواقع ويبدا يبقى عارف يعني ايه حرام وايه حلال في اللي هو شايفه. اشكرك شكرا جزيلا الدكتور محمد عادل الحديدي استاذ الطب النفسي بجامعه المنصوره. هي في الاخر تربيه الاولاد مدارس. انا امي الله يرحمها ولا دخلت جامعه ولا بتاع، لكن ادبتنا وربتنا بعد وفاه ابويا الله يرحمه واحنا صغيرين، وهي اللي علمتنا الصح والغلط والكلام ده يعني. ففي مدارس، بس مع التوحش الحياه طفلك فعلا ممكن يطلع بره مش هيعرف يتعامل، يعني هتحتاج كل شويه تقول له لا بره غير اللي انت بتشوفه في البيت. يعني عايز اقول لكم النهارده بتمر ذكرى 20 سنه على وفاه الفنانه الكبيره امينه رزق. امينه رزق هي اطول الفنانات عمرا في العمل الفني، 75 سنة فن. المصر افندي بيحتفي بذكراها، هنشوف هذا التقرير ونطلع بعد فاصل. تحل هذه الأيام ذكرى رحيل الفنانة القديرة أمينة رزق التي تعد إحدى رائدات الفن. ولدت الفنانة أمينة رزق في 15 من أبريل من عام 1910 وتوفيت في 24 من أغسطس من عام 2003 عن عمر ناهز 93 عاما. ولدت في مدينة طنطا وكانت تشاهد عروض السيرك في احتفالات مولد السيد البدوي وقدمت سكتشات على المسرح، وبسبب ذلك تعلقت بالفن. بعد وفاة أبيها عام 1918 سافرت هي وأمها إلى القاهرة، وفي عام 1922 وقفت على المسرح مع خالتها الفنانة أمينة محمد في كورس فرقة علي الكسار قبل أن تحصل على فرصتها بالمسرح عام 1924 في مسرحية راسبوتين. وهبت أمينة حياتها للفن فلم تتزوج،
واستمر عطاؤها حتى قبل وفاتها بأشهر قليلة، وفتحت لها السينما أبوابها وعرفت بقدرتها الفائقة على الأداء الميلودرامي الحزين الذي يبكي المتفرجين، ووصفها المخرجين والنقاد بصاحبة الأداء الباكي. تركت الفنانة القديرة رصيدا كبيرا من الأعمال الفنية الحافلة التاريخية، حيث قدمت ما يقرب من 300 مسرحية بدءا من عام 1924، ووصل رصيدها السينمائي إلى 150 فيلما، واشتهرت بدور الأم، وشاركت في 7 أفلام من المسجلة في قائمة أعظم 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، ومن أهم أعمالها قيس وليلى، وبائعة الخبز، ودعاء الكروان، وناصر 56، والكيت كات، وأمهات في المنفى والمولد، وقنديل أم هاشم، وأريد حلا، وأين عمري، والعار. ومن أشهر مسرحياتها إنها حقا عائلة محترمة، السنيورة، وراسبوتين، وبيومي فندي. وكانت تقول على المسرح أنه أعطاها كل عظمته وعلمها الكثير، فخلق منها إنسانة تعتز بها، هي أمينة رزق. نائب عام جديد. النهاردة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بتعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد الرئيس بمحكمة استئناف الأسكندرية نائبا عاما اعتبارا من 19 سبتمبر القادم. الرئيس السيسي خد هذا القرار بتعيين النائب العام الجديد خلفا للمستشار حمادة الصاوي النائب العام الحالي. تعالوا نشوف هذا التقرير الرئاسي اللي التقى فيه السيد رئيس الجمهورية بالسيد وزير العدل. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية، خاصة ما يتعلق برفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، أو من ناحية تطوير الجانب التقني بها، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات الإلكترونية والتكنولوجية في منظومة عمل المحاكم وإجراءات التقاضي، وتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الشأن، بما يحقق سرعة الإنجاز وحوكمة الإجراءات بهدف تقديم خدمات مميزة ومتطورة للمواطنين. كما عرض السيد وزير العدل كتاب مجلس القضاء الأعلى بشأن الترشيحات الثلاثة لشغل منصب النائب العام وفقا للإجراءات الدستورية، وتم خلال الاجتماع كذلك عرض مستجدات تطوير منظومة الشهر العقاري، حيث وجه السيد الرئيس بمواصلة ميكنة جميع الفروع ومكاتب التوثيق لتطوير آليات العمل بالشهر العقاري والوثائق التي تصدر عنه، فضلا عن تعزيز عملية انتقاء وتأهيل أفضل العناصر والكوادر البشرية للعمل به، وذلك في ضوء أهمية هذا القطاع في تسهيل التعاملات اليومية للمواطنين على مستوى الجمهورية. من حوالي 10 سنين كنت أذكر معلومة كانت صادرة من أحد الأجهزة، جهاز مركز تعبئة عام وإحصاء، بيقول لك إن ما إجمالي ما ينفقه المصريون قرابة 20 مليار دولار على هنسميها أعمال الشعوذة والدجل والجن اللي يطلع من البني آدم، وبسطاء الناس بيجروا وراء هذه الموضوعات، ومحدش فكر يسأل نفسه سؤال اشمعنى العفريت والجن عمال يدخل في أجسامنا احنا وما بيدخلش في جسد دول أوروبية دول أسيوية متقدمة زي اليابان؟ ما شوفلاش حد بيضرب مواطنة يابانية عشان يطلع منها الجن، ولا ألمانية
ولا شبهنا الخرافة لا تزال موجودة جوه بلدنا. طبعا بيغذيها البعض، يعني لما تقرأ تصريح على لسان احد معرفش بقى المنتمين للازهر ولا لا، بس هو بيقولك انا داعية ازهري، بيقولك الجن بيسرق الطعام والشراب والمال والذهب والفضة وبيخطف البني ادمين. يخطف البني ادمين، طب علينا بيه بقى؟ يعني ربنا خلق الانس ليه اذا كان الجن بيخطفه يعني بهذا الشكل، ويخطفه يوديه فين؟ وبعدين على مدار حياتي مثلا انا اقارب اصحاب اصدقاء ما حدش جه قال لي ده الجن سرق الفلوس مني ولا الذهب، فليه اشاعه هذا الكم من الدجل والخرافه اللي بتنتشر بين البسطاء وبيصدقوها؟ معايا على التليفون فضيله الشيخ احمد ترك من علماء الازهر الشريف. مساء الخير يا مولانا. مساء النور يا استاذ خير، اهلا بيك. هل يوجد مما قرات وأنت داعية أزهري إن في التراث بتاعنا أو في الأحاديث النبوية إن الجن بيخطف ذهب وفلوس وبني آدمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إطلاقا هذا دجل. هذا دجل لم نسمع به إلا يمكن في القرن الماضي. القرن الماضي. بس لكن تاريخنا النظيف ما كانش فيه الكلام ده خالص، لا في عهد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ولا في عهد أصحابه، ولا في عهد الفقهاء، ولا في عهد العلم. الدجل بينتشر في أزمات أو في جو الجهل والسيطرة على الناس بالجهل والخرافة والمساحات الرمادية. إنما لو إحنا بقى تكلمنا عن الجن، الجن مذكور في القرآن الكريم باعتبار أنه مخلوقات هوائية، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وسورة الجن مذكورة في إطار الإيمان، إن في كائنات أخرى بتؤمن بالله سبحانه وتعالى اسمها الجن. إنما الشياطين علاقتها بالإنسان الوسوسة، فوسوس لهما الشيطان. قال تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لكن ما قالش القرآن ولا في أي دليل على أن العفاريت بتخطف الذهب ولا بتلبس الإنسان ولا بتتحكم في مصيره ولا بتمرضه ولا بتقتله، والكلام ده كله ما سمعناهوش ألا على ألسنة الجهلاء من الوعاظ ومن المتدينين التدين المشوه في القرن الماضي. وأنا كنت كتبت مقال العام الماضي في آخر 22، ويمكن أرسلته لحضرتك، أنقذوا العقل المصرية من الدجل. وطلبت فيه بصورة مباشرة إن لابد من وضع قانون يجرم الدجل بصورة مباشرة. لأنه عندنا دول كتيرة جدا عندها القانون ده، احنا عندنا ما عندناش قانون إلا إذا كان الدجال أو اللي بيقنع الإنسان إن فيه جن لابسه أو شيء نصب عليه في فلوس. لو نصب عليه في فلوس بقى يبقى هنا اللي بيكون تحت طائرة القانون، إنما ودي كده لا. طب عايزين رسالة من حضرتك للبسطاء المصريين اللي بيلجأوا لدول ويقول لك معالج بالقرآن وهو دجال، ويقول لها يا حاجة ده انت ملبوسة والكلام ده، ولا بنتك ما بتتجوزش علشان عليها عفريت، تقول ايه للأمهاتنا دول؟ هو بس انا عايز اقول حاجة مهمة جدا في هذا الاطار. للأسف الشديد الدجل بيطال مش البسطاء بس، ده حتى النخبة. تمام. انا قلت لحضرتك قبل كده في حواري ان انا مره كنت خارج من مؤسسه ما، قابلتني طبيبه قالت لي ان انا عليا عفريت وعايز حد يخرجه. قلت لها ده انت حضرتك طبيبه والمفترض تكون متخصصه، اعرضي نفسك على زميل في الطب النفسي. لا، هي مقتنعه رغم انها طبيبه. فللاسف الشديد الدجل بيطال كل الفئات العقل المصري، وعليه لابد من الوعي. احنا لا العفاريت بتركب الانسان، ولا في جن بيلبس الانسان، ولا في الكلام ده كله. السحر موجود لكن السحر ضعيف، ان كيد الشيطان كان ضعيفا. السحر ده شحنة معنوية ضعيفة جدا، اضعف من ارادة الانسان وايمانه بالله سبحانه وتعالى. وكذلك الحسد ايضا ضعيف، لا بيموت
ولا بيقتل ولا بيتحكم في مصير الإنسان ولا بيوقف حال الإنسان، إنما هذه كلها شماعات. بعض الناس بيكون عندهم مرض نفسي أو أستاذ خير وبعدين بيلجأ إلى تبريرات، فالتبريرات ديت هو مقتنع بيها. فأنصح أي حد عنده مشاكل على المستوى الشخصي يعرض نفسه على طبيب نفسي، لأن الطب النفسي دلوقتي علم، والطب النفسي دلوقتي بيعالج هذه المشكلات وهذه هذه الظواهر. هذا من جهة. من جهة أخرى طبعا لما تشوف التقارير وتشوف دراسات حول مسألة الدجل واللي ماشيين بالدجل والشعوذة، ومنهم ما يسمون بالمعالجين بالقرآن وكذبوا على الله ورسوله، ومن أظلم من افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، لأنه القرآن شفاء مش دواء، وهناك فارق كبير بين مفهوم الدواء ومفهوم الشفاء. مفهوم الدواء ده يعني فيه مرض عضوي وإحنا بنعالجه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من داء إلا وجعل الله له دواء، فتداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. يعني أكتفي بهذا القدر عشان لازم أطلع فاصل، ومفيش حاجة يا أخوانا اسمها جن لابس إنسان ولا جن سرق فلوس والكلام ده، ما تصدقوش كل الكلام ده دجل يعني. خلوني أطلع فاصل قصير، بعد الفاصل أشرف لدكتور محمد زهران أستاذ بجامعة نيويورك هندسة وعلوم الحاسبات، وهنتكلم على الذكاء الاصطناعي. بخطى متسارعة تحول الذكاء الاصطناعي من كونه خيالاً إلى حقيقة ملموسة بدأت في النمو والتقدم بشكل هائل منذ عام 2018 الذي يعد عام النقلة الكبرى في هذه التطبيقات التي أصبحت أداة رئيسية تدخل في صلب أغلب القطاعات. ومع استحداث برمجيات المحادثات مثل تشات جي بي تي وبينغ واقتراب حلم تصنيع سيارة ذاتية القيادة، توسعت تطبيقات الذكاء الصناعي في كل القطاعات بما فيها التطبيقات الطبية والاقتصادية والإعلامية والتعليمية. فهل نحن مستعدون؟ تحتاج مواكبة هذا التطور الرهيب وتحديدا في مجال التعليم إلى بنية تحتية معلوماتية ضخمة وإعادة هيكلة المنظومة والثقافة التعليمية بالكامل لتواكب الخطوات السريعة وتغير خريطة كليات النخبة أو ما تعرف عليه بكليات القمة. في النصف الأول من القرن الماضي كانت كليات الحقوق تعتلي عرش التعليم العالي لكونها مفرخة الوزراء والسياسيين، ثم دخلت كليات الطب والهندسة في الصورة لكونها مهن متخصصة لا بديل عنها، كما أن تأخذ علوم الحاسب مكانها وتقتحم كل التخصصات حتى تكاد تسيطر عليها، وهو ما يفعله الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الآن. لكن توغل الذكاء الاصطناعي ترك خلفه تساؤلات وجعل العالم يفكر في إنشاء هيئة دولية على غرار التكنولوجيا النووية لتراقب حسن استخدامه ومنع إساءة استغلاله، خاصة أن أول ضحاياه هي الحقيقة بعد أن برعت تطبيقات الذكاء الاصطناعي في اختلاق الأصوات والصور والحركات وباتت قادرة على طمس الحقائق والتحكم بها، كما أن تطبيقاته العلمية أصبحت في حاجة ماسة لثورة تشريعية تضبط إيقاع التقدم المذهل الذي يسير بسرعة تفوق قدرتنا على مراقبته والسيطرة عليه. فهل سيجيد البشر استخدام الذكاء الاصطناعي وخاصة في مجال التعليم بكل مراحله، أم تقودنا الآلة إلى مستقبل مجهول؟ الذكاء الاصطناعي أصبح يعني مصطلحا يعني الكل بقى عارفه، يعني نادر لما أتكلم حد النهاردة ما يعرفوش. معلومات البسطاء عنه هي الحاجات البسيطة اللي بيشوفوها على التيك توك، ان في شخصيات رحلت من عالمنا عن عالمنا فبيرجعوا تاني ويخلوهم يتكلموا، او يجي تطبيق يجيبوا اغاني بصوت ام كلثوم لاحمد عدوية وحاجات بهذا الشكل. طبعا ده تبسيط مخل للذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي هيدخل في حياتنا احنا في مصر
في تقريبا كل مجالات الحياة. البعض بيرى في الخارج عفوا ان الذكاء الاصطناعي ممكن يشكل خطورة زي التكنولوجيا النووية يعني، ولابد بالوضع ضوابط ليه. احنا داخلين على عالم جديد تماما، عايزين نعرف تفاصيله من ضيفي استاذنا الدكتور محمد زهران، الاستاذ بجامعة نيويورك كلية هندسة وعلوم الحاسبات. مساء الخير دكتور محمد. مساء النور، اهلا وسهلا. اولا انا سعيد ان في مصري زي حضرتك موجود في جامعة نيويورك بقالك اكتر من 25 سنة، طالب نابه ونابغ واخد دكتوراه يعني، ومستمر في لا يزال في التحصيل العلمي يعني. بشرف ان حضرتك معانا في اجازتك، وانتهزت الفرصه وقلت لا يعني عايزين حضرتك تشرفنا ونبدا نتكلم على تطبيقات الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي هل هو سلاح ذو حدين يعني حسب احنا ما نستخدمه، ولا ممكن يبقى ايجابي طول الوقت؟ لا، هو زي اي تكنولوجيا، هو سلاح ذو حدين، ولو استخدمناه بطريقه خاطئه هيبقى سلاح خطير زي السلاح النووي. لو استخدمناه كويس هيبقى اكثر نفعا من الطاقه النوويه. اكثر نفعا بالضبط، لانه بيدخل في جميع مجالات الحياه. الطاقه النوويه بتدينا طاقه في الاخر، انما الذكاء الاصطناعي بيدخل في تقريبا جميع مجالات الحياه شئنا ما بينها. طب تعال نبسط للمواطن، يعني الذكاء الاصطناعي هيدخل في حياته في ايه اليوميه مثلا؟ يعني مثلا في مجال الطب هيبقى يساعد الدكاترة في انه يشخص المرض لما يشوف مثلا الاشعة بتاعت مريض او يشوف تحاليله بدقة اكثر بشدة من الطبيب البشري. اكثر دقة بالضبط كده، عن طريق روبوت. الروبوت ده لو في عملية او كده، انما احنا بنتكلم على التشخيص دلوقتي. لان الروبوت نفسه جهاز ميكانيكي الكتروني. الذكاء الاصطناعي هو البرمجيات اللي هتشغل الروبوت ده، فالبرمجيات نفسها هي اللي فيها الذكاء الاصطناعي. لو بصينا في حاجة تانية زي مثلا الاقتصاد، فهو ممكن يقدر يبص على تاريخ شركة لمدة 100 سنة لو شركة موجودة من زمان، ويحاول يتنبأ بمستقبلها الاقتصادي. يقدر يبص مثلا في مجال المواصلات، يبص على الشوارع ويقول مثلا لا الشارع ده احنا لو خليناه اتجاه الناحيه الثانيه هيقلل الاختراقات المروريه. فهو عنده قدره ان هو يبص على الصوره الكبيره، يبص على معلومات كتيره، ويقول لنا بعض الاقتراحات اللي قد يصعب على الانسان البشري ان هو يبص عليها. ده متوقف على حجم الداتا والبيانات والمعلومات اللي انا بغذيه بيها. بالظبط، على حجمها، و هل هي معلومات صحيحه ولا لا، وهل هي معلومات متحيزه ولا لا. طيب مدى دقة قراءاته المستقبلية؟ هي دقيقة بحد كبير. يعني مثلا لو رجعنا تاني للمثل بتاع الطب، لو قلنا مثلا أشعة على الصدر مثلا بتاعت شخص، لو قلنا ان الطبيب البشري هتبقى دقته 95%، فنقدر نقول انه الذكاء الاصطناعي ممكن يبقى 98%. بس لازم ناخد في الاعتبار حاجة مهمة جدا، ال2% اللي موجودين في الخطأ اللي ممكن يبقى موجود، طبعا انا جايب ارقام مش دقيقة بس عشان نبين كمثال الفكرة. كمثال، ال2% دول مختلفين عن ال5% بتوع الطبيب البشري، بمعنى ان ال2% دول ممكن طبيب حديث التخرج يلاقيهم، لكن ال98% فيهم حاجات لو طبيب مخضرم ممكن ما يلاقيهمش. معناها ايه النقطة يعني الغريبة دي؟ انه احنا محتاجين التكامل ما بين العنصر البشري وما بين الذكاء الاصطناعي. ده هيعمل عندنا مشكلة مستقبلية اللي هو قتل الإبداع، فالطبيب مش هيقعد يبص على الأشعة، هيعتمد على الذكاء الاصطناعي. المؤلف والمبدع هيدي سطرين عن الرواية اللي عاوز يألفها والذكاء الاصطناعي يألفها له. ملكات الإبداع مع الأجيال حتى هتتلغي بقى يعني، مش هنلاقيها. ده هو الاستخدام الخاطئ بقى للذكاء الاصطناعي اللي احنا بقى قلنا عليه ده، كده هيبقى السلاح سلبي. ليه بقى؟ لانه الطبيب لو بطل يبص على الاشعات معناه انه يبطل يذاكر، معناه انه هيعتمد عمياني على برمجيات الذكاء الاصطناعي. برمجيات الذكاء الاصطناعي فيها عيب خطير على الاقل الجيل الحالي اللي احنا بنستخدمه، ان هي بتدي لي الحل النهائي من غير ما تقول لي وصلت ازاي للتشخيص ده. طيب لو احنا خدنا التشخيص ده وعالجنا بيه المريض والمريض جرى له حاجه، مين اللي هيتحمل المسؤوليه؟ في هذه الحاله لازم اللي يتخذ القرار الاخير يبقى الطبيب البشري. البشري يبقى لازم يبقى فاهم كويس هل الحل اللي قاله البرمجيات الذكاء الاصطناعي ده حل فعلا صحيح ولا لا. فلازم يفضل يذاكر. هو ده الذكاء الاصطناعي عامل مساعد. عامل مساعد بالظبط. طيب لما ظهرت الاله الكل خاف من
يعني ان في هترتفع نسب بطالة والغاء وظائف. الذكاء الاصطناعي هيؤدي الى ده؟ بس هيؤدي الى ده، بس احنا يعني ايه لازم نشوف الصورة الكاملة. في وظائف كتير هتختفي في جميع المجالات. اديني امثلة كده يعني مثلا المحامي، المحاسب، لا يعني مثلا الناس اللي هي البرمجيات، شغلانة البرمجيات. البرمجيات في الخمس سنين الجايين هتتغير تغيرا جذريا من اللي موجود دلوقتي، لان ممكن نسأل الذكاء الاصطناعي يكتب لي برنامج يعمل كذا وهيكتب. دي حاجة. كتابة الايميلز، اكتب لي ايميل للموظفين اللي عندي يقول لهم كذا، اكتب لي تقرير يلخص الشركة بتاعتي عملت ايه في اخر خمس اشهر وارسم لي جراف مثلا يقول لي كل الحاجات دي. عوامل مساعدة هيقدر يعملها، فده معناه ان طاقم السكرتارية لازم يطور شغله، والا شغله هيضيع لان الذكاء الصناعي هياخده. زي ما قلنا في الطب المساعدة في تشخيص بعض الامراض والكلام ده كله. بس ده الجزء السلبي. في جزء ايجابي في الموضوع، ان في وظائف اخرى هتظهر. يعني مثلا انا هقول للذكاء الصناعي اكتب لي برنامج كمبيوتر، الطريقه اللي انا بقول له بيها يكتب هتفرق جدا البرنامج ده هيبقى صح ولا غلط. فدي شغلان ازاي اتكلم مع هذه النوعيه من البرمجيات، دي شغلانه جديده بيسموها برومبت انجينير، لسه ظاهره سنه دي وابتدت تبقى بمرتبات عاليه جدا بره، عشان دي حاجه مش موجوده. برمجيات الذكاء الاصطناعي محتاجه داتا اغذيها بيها، فده محتاجه ناس بتعرف تتعامل مع الداتا وتظبطها وتشيل منها الشوائب زي ما بنقوله، وده عمل شغلانه داتا ساينتست. بس هنلاحظ ايه؟ في ملاحظتين مهمين. الوظائف اللي بتختفي سرعتها اسرع شويه من الوظائف اللي بتظهر، دي اول حاجه، فلازم ناخد ده في الاعتبار. يعني في بعض الدول عن عمد هتبطئ استخدام بعض التكنولوجيا الحديثه لغايه لما تعمل حسابها هتعمل ايه في البطاله. صح. دي الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه، نوعيه الوظائف اللي هتظهر هتحتاج قدرات عقليه اعلى من الوظائف اللي اختفت، وده هيحط ضغط على التعليم، لان كده انا عايز ناس تبقى مؤهله تعليميا للحكايه اللي زي دي. فكل الشغلانات اللي محتاجه قدرات عقليه اقل الذكاء الاصطناعي هياخدها، فهيطلع وظائف جديده محتاجه ناس بقى ذات قدرات عقليه، مش قدرات عقليه، مش قصدي ذكي او اينشتاين، بس محتاجه علم اكتر. فده معناها ان احنا لازم نهتم بالتدريس. ازاي؟ هو ده السؤال. احنا عندنا دلوقتي اكثر من كليه للذكاء الاصطناعي، حوالي خمس كليات. تمام. وفي اهتمام من الحكومه بتدريس الذكاء الاصطناعي. تمام. طب انت بتقول لي الشاب دلوقتي لازم يبقى مداركه اعلى، يعني افقه. تمام. انت هنا بتكلمني في كل ما هو علمي، صح كده؟ تمام. طيب بالزبط. هنعمل ايه احنا واحنا عندنا تلتين طلبة الثانوية العامة في القسم الادبي؟ لازم حاجتين مع الناس اللي في القسم الادبي، لان الذكاء الاصطناعي هيدخل برضو في هذه المجالات. الحاجة الاولانية ان احنا نعرفهم ما هو الذكاء الصناعي، ما هي نقاط قوته وما هي نقاط ضعفه، علشان الناس ما تخافش، لان في دجل كتير في الموضوع. زي الكمبيوتر اول ما دخل الناس كانت كشاه وخايفه. بالظبط، زي الحنفية اول ما دخلت زمان كانت عاملة حرموها. بالظبط. فدي دي الحاجة الاولانية. الحاجة التانية لازم نقوله طالما هو عرف مصدر قوة وضعف برمجيات الذكاء الاصطناعي، نقوله هو ممكن يساعده ازاي في تخصصه. يعني لو خدنا واحد مثلا بيعمل في مجال التاريخ، مؤرخ مثلا، فممكن اقول للذكاء الاصطناعي روح اجمع لي اللي حصل، كل المعلومات عن الحادثه الفلانيه، الحادثه التاريخيه، الحمله الفرنسيه. بالظبط، او حاجه ادق عشان الحمله الفرنسيه هيطلع حاجات كتير. ونقول له قول لي اكتشف حجر رشيد. بالظبط كده، نقول له قول لي مين اللي اكتشف بالظبط، واكتشفه ازاي، وكان هيحصل ايه لو ما اكتشفوش، بعض الاسئله الدقيقه للموضوع، ويطلع لي الحاجه. لما المؤرخ يبص على الحكايه دي ما نقدرش نقول له ان هو كده عمل البحث، لان الذكاء الاصطناعي بيخطئ، ما هواش 100% وبيطلع معلومات غلط، بس على الاقل هو ساعد المؤرخ في ان هو جمع له المعلومات. مين اللي هيدقق في المعلومات او مخرجات الذكاء الاصطناعي؟ هيبقى في جهد بشري. لازم يبقى في جهد بشري. بالظبط كده، لانه يعني هدي لحضرتك مثال يبين مدى خطوره ان احنا ما ندققش في الذكاء الاصطناعي. ودي حاجه حصلت بجد في امريكا. أستاذ في كلية حقوق في جامعة من جامعات أمريكا قال له أنا عايزك تعمل لي تقرير عن الأساتذة أو الأساتذة في كليات الحقوق اللي اتمسكوا في قضايا تحرش جنسي، وأعمل لي باراجراف كده عن كل واحد. فطلع له لستة، بص لقى إن في واحد من اللي موجودين معاه في القسم، وقال له ومكتوب في التلخيص، وكتبت قصة عن الحكاية دي في نيويورك تايمز، وآدي المقالة بتاعت نيويورك تايمز، ومش عارف إيه. المفاجأة ان صديقه ده او زميله ده ما اتمسكش في قضايا تحرش جنسي، والمقالة بتاع نيويورك تايمز دي نيويورك تايمز ما نشرتش حاجة، وكل دي هلوسة من برمجيات الذكاء الاصطناعي.
فكده معناه ان لازم يبقى في تدقيق بشري، وده مهم عشان التشريع، لان في الاخر اللي هيتحمل المسؤوليه ما ينفعش يبقى في برنامج. يعني لو خدنا حاجه زي مثال اخر، العربيات ذاتيه القياده لو ابتدت تنتشر وواحد ركبها قال لها وديني المشوار الفلاني وهي رايحه خبطت واحد، مين اللي هيتحمل المسؤوليه؟ فهنا بقى الاخوه المحامين لازم يبقى في تشريعات جديده، كيفيه استخدام الذكاء الاصطناعي، من الذي يتحمل المسؤوليه، فلازم يبقى في عنصر بشري ما بين مخرجات الذكاء الاصطناعي واستخدام هذه المخرجات في الحياه. هيظل البشر برضو مسيطرين على الذكاء الاصطناعي وهم اللي بيقودوا نتائجه والكلام ده. بالظبط، لو شلنا العنصر البشري يبقى احنا بندي الذكاء الاصطناعي كنترول او تحكم اكثر من البشرية. بالظبط كده، وده خطا، ده بقى الخطا الجسيم، ده كده بقى غباء. هو ده الخطا ولا ده الخطر؟ لان ايلون ماسك كان بيتكلم على ان ده خطر لو سيبنا الذكاء الاصطناعي كده ينفجر، لان نهاياته هتبقى مدمره. بالظبط، بس هو بيتكلم يعني بس خلي بالك احنا لسه في بدايات الذكاء الاصطناعي، ما نعرفش التطور هيوصل لفين. احنا لسه في بداياته في المنتجات اللي موجوده في السوق، انما في اجيال تانية وثالثه موجوده في معامل الابحاث وكتب فيها ابحاث وكده، فاحنا عارفين شويه ايه اللي هيحصل على الاقل في الخمس ست سنين اللي جايين. فالفكره كلها الخطر والخطا، ما هو الخطر هيجي من خطا، الخطا هو ان انا ادي تحكم زياده عن اللزوم للبرمجيات دي من غير ما يكون في عنصر بشري يبص عليها، ده هيبقى خطر شديد جدا. يعني وادي حضرتك مثال اخر، اذا تخيلنا في المستقبل البعيد 20 سنه لقدام بقى في روبوتات نانو ممكن احقنها في جسم واحد، ودي تحت تحكم برمجيات الذكاء الصناعي تقدر تبص في الجسم واي حاجه ممكن تبقى غلط تلحقها من الاول. طبعا حاجه زي دي مبهره، وحاجه زي دي ممكن تنهي الجراحه اصلا، مش هنحتاج جراحه، بس لو ادينا تحكم كامل للذكاء الاصطناعي ممكن تكون مثلا واحده ست حامل، الروبوتات دي شافت انه ده في احتمال كبير ان الجنين يطلع مشوه او عيان، فتتخذ القرار بانهاء حياه الجنين من غير ما تسال الاهل، كده بقى العمليه بقت سيئه جدا. فكده احنا ادينا تحكم زياده لبرمجيات الذكاء الاصطناعي، ده الخطا وهيؤدي الى خطر شديد. يعني احنا عشان كده كان في مقاله ليا في الشروق كانت قريبه اسمها الذكاء الاصطناعي تحت مقصله الغباء الطبيعي، وهي بنتكلم في النقطه دي بالذات. دول العالم الاول بنتكلم في امريكا واوروبا بتتعامل ازاي مع الذكاء الاصطناعي دلوقتي؟ وصلوا لاي مرحله؟ هل عدلوا مناهجهم الدراسيه؟ انا هقول لحضرتك دول العالم الاول في الذكاء الصناعي بالذات يبقى بنتكلم على امريكا والصين، هي مش اوروبا. بالنسبة لأمريكا بحكم ان انا بدرس هناك، فمن ضمن الحاجات انه لازم نعدل المناهج، مش علشان ندي جرعة اكتر من الذكاء الاصطناعي لان هم اوريدي عندهم جرعة كويسة، بس عشان اشوف الطلبة لما هتستخدم برنامج زي تشات جي بي تي وهكذا ازاي انا اقدر اقيم الطالب، لان دلوقتي الطلبة بقى معاهم هذه البرمجيات كما ان الاستاذ معاه هذه البرمجيات، كده تقييم الطالب بقى صعب، فدي محتاجة تعديل، وده اللي احنا بنبص فيه دلوقتي. يعني الترم في امريكا هيبتدي كمان اسبوعين والناس كلها طلعانه عينيها في حكايه انه طب هنعمل ايه لو قلت للطالب اكتب لي بحث واستخدم شات جي بي تي عشان يكتب البحث، ومن الصعب جدا لغايه دلوقتي كشف ان الطالب ده استخدم شات جي بي تي في بعض البرمجيات بس مش دقيقه، وطبعا الشك يؤول لصالح يعني الطالب. بالظبط كده، ولو اتنين طلبه سالوا نفس البرنامج نفس السؤال هيدي بحثين مختلفين، فيبقى صعب جدا نقول انهم غشوا، فدي محتاجه وقفه. الذكاء الاصطناعي ممكن يحترم حقوق الملكيه الفكريه؟ والله ده يعني ده جزء تشريعي، يعني الذكاء الاصطناعي نفسه ملوش، يعني هو بيتعلم من اللي لقاه على الانترنت او من الديتا اللي انا اديتها له عشان امرنه بيها. هل الديتا اللي انا اديتها له دي فيها حقوق ملكيه فكريه ولا لا؟ ده موضوع بقى محتاج المحامين، بس هي الفكره انه حتى الفنانين والمبدعين عندنا ما فيش حد بيخلق من فراغ، احنا في الاخر من اللي احنا قريناه والروايات والتجارب الشخصيه، فهنا الحقوق الملكيه الفكريه جايه منين؟ ما ده بقى سؤال محتاج وقفه يعني. طيب احنا الايام دي موسم الثانويه العامه والتنسيق الكليات، وحضرتك تركت الثانويه العامه من حوالي تقريبا 30 سنه. 92 سنه، سنه 92 يعني. طيب بنتكلم في 31 سنه. كانت الهندسه هي الكليه الاولى، الرغبه الاولى لطلبه علم الرياضه. الطب ومجموعه الطب وملحقاتها علم علوم، ثم الاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام والألسن هي رغبات الأدبي. عايز أقول لك ودي لك يعني خبر إن بعد 31 سنة الحال كما هو، لا يزال الطب، الهندسة، الاقتصاد، الإعلام، الألسن، علما بإن في علم جديد وانفتاح اسمه الذكاء الاصطناعي، في كليات اتعملت ليه،
لم تسجل ككليات قمة. عندك تفسير؟ لانه يعني هقول لحضرتك حاجة، انا خريج كلية الهندسة قسم هندسة حاسبات، واحنا كنا اول دفعة هندسة حاسبات، دفعة 97 دي اول دفعة، ما كانش فيه قبلنا. واحنا في اثناء الكلية ظهرت كلية حاسبات ومعلومات جامعة القاهرة، كنا احنا كانوا اول ما تخرجنا كان وصلوا سنة تانية باين او حاجة زي كده، وبالتالي غيروا اسمها دلوقتي بقت حاسبات والذكاء الاصطناعي. الفكرة في ايه؟ ان اللي هيتخرج من كلية حاسبات وذكاء اصطناعي هيشتغل في البرمجيات مثلا، وكل ما يتعلق بالسوفت وير يعني. المهندس عنده الدنيا مفتوحة اكتر شوية، اللي عايز يشتغل سوفت وير، عايز يشتغل هارد وير، فالناس بتبص لها من الناحية دي. وقال لك انه اللي هيعمله اللي بيعمله حاسبات ومعلومات يقدر يعمله خريج هندسة كمبيوتر، لكن اللي هيعمله هندسة كمبيوتر اللي هيشتغل في الهاردوير ما يقدرش يعمله كويس. فالناس بتفكر في الحكاية دي لغاية دلوقتي، واعتقد انه دي نقطة الاولانية. النقطة التانية انه لسه احنا عندنا الفكرة ان هندسة وطب هي يعني هتاخد مننا شوية، يعني محتاجة جيل، عشان انما كل الناس زي ما بتقول هندسة وطب ودي حالة نفسية ملهاش علاقة بقى بالمستقبل. بس المستقبل رايح للذكاء الاصطناعي او للكليات التكنولوجية الى حين يعني. ايه يعني الذكاء الاصطناعي هيكمل معانا شويه زي اي تكنولوجيا جديده والانبهار ومش عارف ايه، لغايه لما تظهر تكنولوجيا اكثر حداثه مثلا الحاسبات الكميه او اي حاجه تظهر بعد 10 سنين تبقى هي الموضه. فهي الفكره كلها يعني ايه حاسبات كميه بشكل مبسط؟ ده نوع جديد من الحاسبات بيعتمد على بعض قوانين الفيزياء مش بعض قوانين الالكترونيات العاديه. اهميته هو سيء في ان هو يستخدم البرمجيات العاديه، بس كويس في نوع من البرمجيات اللي هو كسر التشفير، فبيقدر يكسر تشفير اغلب الحاجات اللي احنا بنستخدمها دلوقتي. فامريكا والصين بيتخانقوا عليه ان مين اللي هيوصل له الاول. هو لغايه دلوقتي لسه الحمد لله ما وصلوش لحاجات قويه، بس لو وصلوا له الدوله اللي هتوصل له مش هتعلن متهيألي في الاول عشان يستخدموه في كسر اغلب التشفير اللي موجود دلوقتي وكده. فده هيبقى موضه بعد ما يظهر. بس احنا لغايه دلوقتي الذكاء الصناعي قاعد معانا 5-6 سنين كمان، وبعد شويه هيتغلغل بقى، مش هيبقى الذكاء الصناعي نفسه، لا هيبقى استخدام الذكاء الصناعي في الحقوق، استخدام الذكاء الصناعي في الاعلام، استخدام الذكاء الصناعي في الزراعه، ما هيدخل بقى في كل واحده من دول بقى هيبقى هيغير مناهج كليات كتير. دكتور محمد، وانا بكلمك استخدام دول العالم الاول للذكاء الاصطناعي، فانا كنت بقول امريكا واوروبا، فانت قلت لي لا امريكا والصين. بالظبط. الصين داخله في هذا الموضوع؟ الصين داخله في هذا الموضوع وداخله فيه بشده. اولا البرمجيات الحاليه للذكاء الاصطناعي بتعتمد على الداتا اللي انا بمرن بيها، عشان كده احنا جوه الذكاء الاصطناعي في فرع اسمه تعليم الاله او ماشين ليرنينج، اللي هو ده احنا بنتكلم فيه. اما حد يقول ذكاء اصطناعي بيبقى قصده على دي. الداتا في امريكا عشان تاخدها مثلا، عايز امرن سوفت وير بالداتا بتاعت عيانين عشان لما يجي له عيان جديد لازم بقى ورق وتاخد اذن العيان ومش عارف. الصين ما عندهاش الكلام ده، الصين عندهم 1.5 مليار الداتا كلها موجوده، فعندهم داتا كتير يقدروا يمرنوا، فدي نقطه قوه لصالح الصين. الحاجه الثانيه عندهم عماله كتير وناس بتفهم سوفت وير كويس، والعماله ارخص، فالبرمجيات ارخص عند الصين. الحاجه الثالثه وهي الاهم، في 9 شركات في هذا العالم بتعمل ابحاث ضخمه في الذكاء الاصطناعي، 6 في امريكا و3 في الصين. الثلاثة اللي في الصين دول زي شركة بايدو وعلي بابا وتنسنت، دول تحت سلطة الحكومة الصينية اللي بتقول لكل واحد انت تركز على ايه، فبيتكاملوا. في امريكا الست شركات الكبار دول وشركات كثيرة صغيرة متسابة للاقتصاد السوق اللي هي الرأس مالية بقى المتوحشة اللي موجودة في امريكا، فبيتنافسوا. هنا في تكامل، هنا في تنافس، هنا الديتا بتاخد وقت عشان نجيبها، هنا الديتا موجودة ببلاش، كل ده بيدي ادفانتج للصين. طبعا امريكا اقوى فيما يتعلق بالابداع في الحته دي، بس هم اقوى فيما يتعلق بالاستخدام على نطاق واسع. اوروبا بقى في يعني بعد كده، يعني لسه هتيجي بعد كده. طيب نعمل ايه في تعليمنا بقى احنا في مصر؟ في حاجه مهمه جدا محتاجين نعملها، وهي ان احنا نبطل نبقى مفعول به. بمعنى احنا بنستخدم الذكاء الصناعي وابتدينا، ومصر عامله تقدم كبير في استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات عده، يعني شفتها، وبنعلم طلبة كتير، بس احنا بنعلمهم حاجات اخترعت في الخارج. ودلوقتي لما حد يقول لا ما انا استخدمت برمجيات الذكاء الصناعي عشان اعمل تطبيق على التليفون، انت ما زلت بتستخدم حاجة اخترعت في الخارج. نظرية الذكاء الاصطناعي نفسها هل ممكن نطورها عندنا هنا؟ محتاجين ان احنا يبقى عندنا ناس
يعني ايه متقدمة، بحيث ان احنا لان الحاجات دي مش محتاجة يعني غير مخ واجهزة كمبيوتر، وحتى لو عايز جهاز كمبيوتر عملاق تقدر تأكسس حاجة موجودة برة بسعر زهيد يعني. فهي العملية محتاجين نبطل نبقى مفعول به، دي حاجة اولانية. تاني حاجة في اي تكنولوجيا ذكاء صناعي او غيره احنا محتاجين ثلاث انواع من الخبراء، خبير في نظرية هذه التكنولوجيا، وده اللي احنا عايزين بقى نربي اجيال بتعرف تطور النظرية بتاعت التكنولوجيا مش بس تستخدمها. تاني حاجة خبير في تطبيق هذه التكنولوجيا في جميع مناحي الحياة، يعني انا محتاج محامي بيفهم ذكاء صناعي عشان يستخدمه في القواضي، محتاج طبيب بيستخدم الذكاء الصناعي، محتاج اعلامي بيستخدم الذكاء الصناعي، ده نمرة اتنين. نمرة تلاتة محتاجين علماء اجتماع وعلم نفس يشوفوا تأثير هذه التكنولوجيا على الناس، لان دي نقطة مهمة جدا. فالثلاث حاجات دول احنا عايزين ثلاث خبراء من دول، مش عايزين بس مجرد ناس بتعرف تستخدم الذكاء الاصطناعي. في المقابل عندنا 40,000 خريج من كلية حقوق جامعة عين شمس، عندنا مئات الالاف خريجين تجارة، عندنا مئات الالاف خريجين اداب قسم تاريخ وجغرافيا وكلام. هل مخرجات التعليم دول شباب زي الورد عندهم 22 سنة بس تعلموا تعليم نظري، دول هيواجهوا الحياة والذكاء الاصطناعي ازاي وتتوفر لهم فرص عمل؟ هم حظهم احسن من 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 جيلي والاجيال اللي قبلي، ان بقى فيه الانترنت، والانترنت مليانه بمواد علميه دراسيه ببلاش من اول حد ما يعرفش يعني ايه ذكاء صناعي لغايه لما توصل الواحد ان هو يبقى خبير. عفوا هقطعك، يعني انت قصد حضرتك ان التعليم الجامعي او الحكومي في حد ذاته ما يبقاش هو نهايه المطاف؟ بالظبط، وعليك انت كطالب او كشاب انت تطور نفسك. بالظبط، وده في اي حته يعني في اي مجال. يعني انا الشغل اللي انا عملته ايام الدكتوراه اللي كانت من 20 سنه لا يمت بصله للتكنولوجيا اللي موجوده دلوقتي، خلاص الموضوع تجاوز هذا اي حاجه اللي درسوها. يعني اللي درس الحقوق بيقول لي ما الحقوق مش هيتغير كتير، بس استخدام بعض الوسائل الجديده ممكن تتغير طريقه شغلك في الحقوق. في الاعلام نفس الحكايه، بعد يعني ازاي ممكن يلخص الاخبار، يجيب تقرير ويعلمني على الحاجات المهمه، الذكاء الصناعي ممكن يعمل كده في حاجات كتير، ازاي اقدر اشوف قوه ونقاط ضعف هذه البرمجيات عشان استخدمها في تخصصي، دي حاجه بتفضل ماشيه معانا على طول لان التكنولوجيا بتتطور. انا ممكن اتعلم تكنولوجيا دلوقتي ابقى خبير فيها، بعد 5 سنين هتتغير. طيب تعال نروح لمشكله حاليه في مصر والكل بيتحدث عنها، قيادة سياسية حكومة مواطن، وهي الأزمة الاقتصادية. هل حاجة زي الذكاء الاصطناعي دي أقدر أديله مدخلات الأزمة يديني مخرجات وحلول، ولا الأمور ليست بهذه السهولة؟ هي ليست بهذه السهولة، بس نقدر نستخدم الذكاء الصناعي في حاجة مثلا. يعني نقدر نستخدم الذكاء الصناعي لأن الذكاء الصناعي بيعرف يعمل حاجتين ملهمش تالت، التنبؤ بالمستقبل بعد ما أديله ديتا كتير على حاجات في الماضي، والتعرف على اشكال يعني ملعبكه يعني صعبه. فممكن اقول له والله ادي الشركات اللي عندي في مصر، وادي اللي عملوا ايه، ادي له بقى عملوا ايه السنه اللي فاتت وصرفوا قد ايه وكسبوا قد ايه مثلا في اخر 100 سنه، واقول له انا عايزك تتنبأ لي ال5 سنين الجايين دول هيبقوا عاملين ازاي بالنسبه لكل شركه، وفي هذه الحاله اقدر اشوف الموضوع. اقول له مثلا والله نسبه الفقر في هذه الاماكن في اخر 50 سنه كانت عامله كذا، عايزك تقول لي السنتين الجايين الدنيا هتبقى عامله ازاي، او اقول له ادي المنظر العالمي مثلا لسعر الطاقه الوقود الاحفوري مثلا، او وتقول لي تقدر تستنتج انه لو حصل حرب في الحته دي هيزيد ولا ايه، فيقدر على الاقل يديلي بعض التنبؤات التي قد تكون دقيقه جدا للايه اللي هيحصل في المستقبل. وفي الاخر اتخاذ القرار النهائي لازم يتخذه بشري، هو مش هيديلي حل سحري يقول لي لا انت لازم تعمل كذا عشان يحصل كذا، بس الفكره كلها ازاي اساله السؤال الصح وازاي اديله الديتا الصح. هل احنا محتاجين نضيف علم اسمه الذكاء الاصطناعي لطلابنا التلاميذ في المرحله الابتدائيه؟ يعني بس طبعا بطريقه مبسطه. طبعا بطريقه يعني مش هتبقى مبسطه قوي على فكره، لان الجيل الجديد بقى بيعرف يستخدم التكنولوجيا احسن مننا. وانا هقول لك كده فيعني بطريقه مبسطه لان هم يبقوا عارفين ايه الموضوع، ونفضل نزود يعني تطوير المناهج في الابتدائي ثم الاعدادي ثم الثانوي. وانا يعني من حوالي كام اسبوع كنت معزوم بتكلم في مكتبه الاسكندريه عن الذكاء الاصطناعي
في ندوة هناك. في بعد الندوة في ناس كتير جوم يتكلموا معايا، منهم ناس كتير في ثانوي لسه، وطلعوا متابعين وقاريين وعاملين، فمعناها انه اوريدي في ثانوي وده من نفسه من غير ما ندرس له. فما بالك بقى لو ابتدينا ندي للناس في اولى في ابتدائي واعدادي وثانوي، وده طبعا محتاج اساتذه كليه التربيه شوفوا ازاي ندي الحكايه دي للناس بطريقه شيقه، لانه الموضوع الجيل الجديد ده لازم تبقى العمليه شيقه، لان الجيل الجديد ده اوريدي احنا جيل انعدمت الحاجه للحفظ، فما بقاش بيحفظ، تركيزه بقى اقل، انه تويتر بقى او اكس بقى اسمها اكس دلوقتي والحاجات اللي زي دي، وبقى بيلعب جيمز اللي هو يعني بيتحرك بسرعه قبل ما يفكر، يعني الحاجات دي كلها مش هتتغير في الجيل الجديد للاسف. فاحنا عندنا ناس ما بتركز بتتحرك قبل ما تفكر، فلازم نعمل العمليه التعليميه حوالين هذه الصفات، ولازم نخليه يحب الذكاء الاصطناعي مش بس كمستخدم، بحيث انه لا يحاول يبدأ فيه، وفي هذه الحالة نقدر نطلع المبدعين بدري ونحاول نتبناهم، وبهذه الطريقة مش هنبطل نبقى المفعول به. هل محتاجين تعديل في البنية بتاعة المدارس، ولا الذكاء الاصطناعي يبقى دراسة نظرية؟ لا مش دراسة نظرية بس، هو دراسة عملية لان ده علم تطبيقي. بس هم كلهم معاهم لابتوبس، معاهم تابلت او على الاقل المدارس، لا دي سهلة وكله داخل على الانترنت، وده اللي احنا محتاجينه. حضرتك من شوية قلت مصر بدأت تستخدم الذكاء الاصطناعي في بعض المجالات، زي ايه مثلا؟ يعني مثلا في بعض الجامعات عملت ابحاث كويسة عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الزراعة مثلا، لانه الذكاء الاصطناعي مش مجرد برمجيات عايشة في الهواء لوحدها، في حاجة اسمها انترنت الاشياء مثلا، فدي حاجات صغيره بنحطها في حتت ممكن تقيس اللي احنا عايزينه، فممكن احطها في الارض مثلا هتقيس التربه، صحه التربه، وتقدر تقول لي باستخدام برمجيات الذكاء الاصطناعي امتى ازود الميه، امتى انقص الميه، امتى احط السماد، ففي هذه الحاله هنوصل لاحسن محصول باقل قدر ممكن من الميه من السماد. نفس الحكايه ممكن تحصل في الحيوانات مثلا، امتى اديله اكل، امتى ما اديلوش، ازود الحراره بتاعت، ونفس الحكايه في المكتبات مثلا، في الوثائق اعلي الحراره، انزل الحراره عشان الوثيقه ما يحصل لهاش مشكله، فبتستخدم في حاجات كتير يعني. بس دي كلها ابحاث، هل ابتدينا نستخدمها على نطاق واسع؟ لسه، بس في ابحاث موجوده. طيب في حاجه كده في الذكاء الاصطناعي اللي هي ممكن تعرضنا الى التزييف، نشوف حاجه وهي زيف. احنا شفنا صورة او مجموعة صور للملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا، وهو لابس الجونيلا الاسكتلندي وبيرقص وكده، انا تعملت على انها صور حقيقية، ثم قال لك بعد كده ده صور فيك كاذبة يعني. طب ايه خطورة ده؟ ما احنا ممكن بقى ايه اصور لك صورة وانت في وضع ما يسيء اليك مثلا وهكذا، وبيقال هنا ان الحقيقه هتبقى الضحيه الاولى لاستخدام الذكاء الصناعي. ده صحيح للاسف، ومش بس صور يعني، زمان كان المبدعين بيعرفوا يعملوا الصور دي بالفوتوشوب، دلوقتي الذكاء الصناعي بيعملها بمهاره اكبر. والذكاء الصناعي صوره احنا شفناها طبيعيه جدا، ودلوقتي بيعمل فيديو بقى كمان، مش صور يعني، ممكن يعمل كمان. ملك تشارلز يتكلم، ممكن يعمل فيلم مثلا بطوله اسماعيل ياسين وكريم عبد العزيز وهم عمرهم ما اتقابلوا. ويعني طبعا لسه الموضوع في اوله بس جاي يعني، لان هو الذكاء الاصطناعي عشان نجيب اقصى قدر منه احنا محتاجين اجهزه كمبيوتر فائقه السرعه، وده حاجه بيسموها الاستخدام الذكاء الاصطناعي في الفيديوهات والصور ديب فيك. ديب فيك يعني زي الكذب العميق او التزوير العميق. وده بيتعمل ازاي؟ هو بيجيبوا برمجيتين يعني بتبسيط مخل لبعض الشيء، برمجيتين للذكاء الاصطناعي، واحد بيعمل الجزء المزيف والتاني بيحاول يكتشف التزييف. لو اكتشف التزييف بيروح قال الاولاني ده طلع مزيف، فده الاولاني يبتدي يحسن ويبعتها له ويفضلوا كده لغايه لما التاني ما يقدرش يكشف التزييف. طالما هو ما قدرش يبقى احنا كمان مش هنقدر. بس ده خطر. خطر جدا طبعا، وهتبتدي الابحاث نشوف طب ازاي نقدر نكشف التزييف ده، يبقى لازم استخدم برمجيه اقوى من البرمجيه الثانيه عشان الاقي، وتفضل العمليه زي القط والفار، ما هي في الاخر العمليه بتبقى في اشرار وفي اخيار، وده بيحاول يطور وده بيحاول يطور بعديه، وهنفضل للاسف الموضوع محتاج يعني ابحاث الى ما لا نهايه يعني، هنفضل بس في المقابل هنحتاج تشريعات قانونيه. دي اصعب حاجه بقى، لان في اوريدي التكنولوجيات موجوده ومستعدين ان احنا نستخدمها وجاهزه للاستخدام، لكن ما ينفعش تنزل من غير ما يبقى في تشريع. زي القياده الذاتيه؟ القياده للسيارات ذاتيه القياده مثلا،
او طب هنعمل ايه لو استخدمنا الذكاء الاصطناعي في اوضه العمليات وحصلت مشكله، مين اللي هتحمل المسؤوليه؟ هل اللي كتب البرمجيه ولا هل اللي اداها الداتا ولا الطبيب فلازم في تشريعات كتير تتعمل في الحكايه اللي زي دي، ولازم الاستخدام الامن للذكاء الاصطناعي، ولازم يبقى في تشريعات ضد الديب فيك اللي احنا قلنا عليها. ففي شغل كتير للجماعه المحامين هنا، شغل كتير، رغم ان مهنه المحاماه من المهن اللي هتتاثر بوجود الذكاء الاصطناعي. كل المهن هتتاثر بما عمل المذيعين الذكاء الاصطناعي المذيع ابتكار لا وممكن يعمله مدرس كمان، ونقعد احنا كمان في البيت بقى بعد كمان كل ده ممكن بس يعني هي كلها دي وظائف هتختفي، هيظهر قدامها وظائف اخرى. اللي هيحتاجوا حد برضو جهد بشري يشرف على مخرجات الذكاء الاصطناعي، لازم، لان كده غير كده هتبقى في مشكله تشريعيه، وغير كده احنا بندي الذكاء الاصطناعي زي ما قلنا سيطره اكتر مما يستحقه، ده خطا وخطر. الذكاء الاصطناعي دخل مجال العسكريه طبعا، لانه مثلا دلوقتي احنا بنشوف زي ما بنشوف بقى في الحرب بين روسيا واوكرانيا في الطيارات الدرونز اللي هي بدون طيار، دي التحكم فيها لو الذكاء الاصطناعي ممكن يخلي كذا درونز يطلعوا ويمانجوا مع بعض، وانت هتخش كده وانت هتخش الناحيه الثانيه. الذكاء الاصطناعي بيستخدم في الهاكينج دلوقتي، الذكاء الاصطناعي بيستخدم في كشف الهاكينج، في كل حاجه. بس طبعا ايه اخر الابحاث في حاجه زي دي؟ طبعا الحاجات دي ما بتتنشرش، لا تنشر. طبعا اي دوله هتتقدم في الذكاء الاصطناعي هتحتفظ بتقدمها وعلمها لوحدها. بس في نقطه هنا، اللي بيبقى سر مش التكنولوجيا، استخدام التكنولوجيا. يعني ايه؟ هم استخدموا التكنولوجيا دي بوسيله ما عشان يعملوا هاكينج، لكن التكنولوجيا دي نفسها في ابحاث منشوره فيها وكل حاجه، وده اللي يعني اللي بيحصل دايما في اغلب يعني مراكز الابحاث اللي بتبقى تابعه لوزارات الدفاع وكده. انا لقيت تكنولوجيا كويسه نشرها علماء في جامعات وكده، انا هاخدها استخدمها في حاجه تانية، بس مش هقول انا استخدمتها ازاي. بس الذكاء الاصطناعي دخل في مجال العسكريه في كل دول العالم. يعني انا بحسب ذلك طبعا، ما عنديش معلومات سريه، بس يعني لان اللي هيستخدموها مش هيقولوا. طبعا ليه تطبيقات الذكاء الاصطناعي متاحه مجانا؟ لا في كتير في تطبيقات. ليه يعني ليه علشان انا لما هستخدمها هو بيديها لي مجانا، زي تشات جي بي تي مثلا، بخش عليه وبستخدمه، هو بياخد المعلومات اللي انا بقول له عليها، انا عمال اساله وهو بيرد ومش عارف، بياخد المعلومات دي بيستخدمها في تدريب الجيل القادم من هذه البرمجيات. فهو مفيش حاجه ببلاش، يا اما هدفع له فلوس يا اما هدفع له الداتا بتاعتي. دكتور محمد زهران، وانا بستمتع بحديث حضرتك، ووصلنا لنهايه الحوار، اديني رؤية منك لبلدنا ولولادنا الطلاب ايضا، كيف نستعد لمفهوم او مصطلح الذكاء الاصطناعي؟ طيب انا هقول كلمة عامة، يعني حتى مش الذكاء الاصطناعي، كنا دايما بنقولها ساعات للطلبة لما بيجوا سنة اولى، نقول لهم ركزوا في الحاجات اللي انتوا هتدرسوها، لان مع الوقت اللي هتيجي تتخرج فيه بعد 4 أو 5 سنين الحاجات دي ممكن تبقى يا غلط يا بقت قديمة. فده اول حاجة، انه ادرس اللي انت بتدرسه بعمق في الاول، وبعد كده حاول تبدع، ما تبقاش دايما مفعول به. وبعدين لازم تبقى مفتوح لانه الحاجات دي هتتغير بعد شويه، يعني حتى لغات البرمجه نفسها بتتغير، الحاجات اللي كانت موجوده على ايامي وايام ما بعمل الدكتوراه اتغيرت دلوقتي بقت حاجات تانية. فلازم يبقى هتفضل تتعلم الى ما لا نهايه طول ما انت في سوق العمل، وسوق العمل بقى بيتحرك اسرع بكتير من الاجيال السابقه. فالتعلم المستمر هو الاساس. التعلم المستمر بالظبط. في نهاية لقائي بشكر ضيفي الكريم اللي شرفت النهاردة، دكتور محمد زهران، الأستاذ بجامعة نيويورك في وعضو هيئة تدريس هندسة وعلوم الحاسبات. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. بعد الفاصل الكاتب الصحفي الكبير أستاذ عماد الدين حسين، حوار حول الحوار الوطني والانتخابات الرئاسية.
انطلاقا من الحفاظ على الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار 10 سنوات سابقة في جميع قطاعات الدولة بشكل عام، والتي قادها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسؤولية في ظروف صعبة وتحديات عظيمة لم تتعرض لها الدولة المصرية في تاريخها المعاصر. فنجحت مصر تحت قيادة سيادته وبتكاتف الشعب ورجال القوات المسلحة والشرطة في القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، وذلك جنبا إلى جنب مع تعزيز مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ودوليا، وعلى رأسها إعادة مصر إلى مكانتها الطبيعية أمام العالم، واستكمالا لمسيرة التنمية والبناء التي يقودها السيد الرئيس وما قطعته مصر في طريقها نحو الجمهورية الجديدة وتوفير حياة كريمة للمصريين، مع الحفاظ على المقدرات الوطنية ودعم تماسك المجتمع المصري بمختلف طوائفه، مستندا إلى برنامج إصلاحي شامل لتثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، والتي شملت عدة محاور أساسية على رأسها التعليم والصحة والطاقة والعدالة الاجتماعية، وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والسياسية الداخلية والخارجية والأمن القومية، ودعما من حزب مستقبل وطن لجميع هذه الإنجازات التي تحققت في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويستمضي الدولة المصرية بخطى ثابتة نحو إتمام أحد أهم الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بإتمام الانتخابات الرئاسية المقبلة. لذا وانطلاقا من مسؤوليتنا السياسية، فإننا نؤيد وندعم ترشيح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة لتحقيق تطلعات هذا الشعب ومواصلة مسيرة العطاء التي بدأها سيادته، متمنين التوفيق والتقدم والازدهار لمصر. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. ضيفي وضيف حضراتكم النهارده الكاتب الصحفي الكبير استاذ عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، رئيس تحرير جريده الشروق. هو ايضا عضو الامانه العامه للحوار الوطني ومتفاعل مع الحياه السياسيه المصريه. منذ ايام ظهرت على السطح كده خلاص اخبار بان احنا بدانا نستعد فعلا للانتخابات الرئاسيه. رئيس حزب الوفد دكتور عبد السند يمامه بيعلن ترشحه من امام ضريح سعد زغلول الرمز الكبير للوفد. حزب مستقبل وطن بيعلن تأييده ترشيح الرئيس السيسي لفتره قادمه، يعني ربما هتظهر اسماء اخرى. هل خلاص بدا بقى الاعلان يعني على قرب اجراء الانتخابات الرئاسيه؟ حول هذا الموضوع وموضوعات اخرى ودير حواري مع ضيفي الكريم. مساء الفل. مساء الورد يا أستاذ محمد. إلى أين انتهى الحوار الوطني الآن؟ يعني وصلنا لحد فين؟ حصل اختراق مهم تمثل فيه أنه يوم الأربع قبل الماضي الحوار مجلس أمناء الحوار الوطني اجتمع، اعتمد التوصيات التي خرجت من اللجان. إحنا كان فيه 19 لجنة، كل لجنة فيها مجموعة من الموضوعات يساوي بالضبط 113 موضوع في 3 محاور في 19 لجنة. احنا انجزنا او تم انجاز تلتين ده، 13 لجنة من 19. ال 13 دول عملوا جلسات عامة وجلسات تخصصية وناقشوا بمنتهى الحرية، ومعظم هذا الامر اذيع على الهواء مباشرة من كل القوى السياسية، حضرت تحت سقف واحد مع الارهابيين والمتطرفين والذين لا يعترفون بالدستور، وتوصلوا الى توصيات. التوصيات دي جت وصلت لي مجلس الامناء، اجتمع قعد جلسه حوالي 11 ساعه كامله، اعتمد هذه التوصيات رفعها الى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. السيد الرئيس تويت بعد ساعات قليله من ارسالها قال يعني اشاد بالتوصيات وان هو تلقى التوصيات واحالها الى الجهات المختصه لدراستها وتنفيذها. ده تطور مهم جدا للغايه، لكن الحوار الوطني لم ينتهي لانه فيه 6 لجان لسه، فيه بعض الحاجات السياسيه، فيه قضيه الاسعار والتضخم،
قضية الديون بدأت يبقى فيها كلام لكن لم تنتهي ولم ترفع التوصيات، وبالتالي الحوار الوطني المستمر في الأجزاء المتبقية أنجز جزء مهم جدا جدا وأوفى بوعده، أن هو مش حوار نخبة بالمناسبة، حوار شارع يعني يمس حياة المواطن العادية. ده علشان وانت بتتكلم على الأسعار يعني. طبعا في ناس كتيرة كانوا بيقول لك وانا كمواطن انا استفدت ايه لما اخذ الحوار الوطني، وانتوا ناس قاعدين النخبة قاعدين تتكلموا كلام مثقفين وكلام سياسيين، انا كمواطن انا بقول لك تقديري انه هناك مخرجات ستكون مهمة جدا للمواطنين العاديين اللي هم مش مهتمين بالسياسة، رغم ان السياسة مهمة جدا ليهم بالمناسبة وهشرحها كده بسرعة، بس ظن الشخصي انه ستكون هناك ستكون بنسبة كبيرة جدا قرارات تهم المواطنين في مجموعة من القضايا الجماهيرية، بمعنى حاجة زي رسوم المدارس الحكومية، حاجة زي قانون البناء اللي هو كان معطل وقت اللي ما فيش بنا، حاجة زي ديون الفلاحين صغار الفلاحين، ربما ستكون هناك مخرجات جيدة وطيبة تسعد مجموعة من الفئات المصرية في الفترة الجاية. ده فيما يتعلق بالحاجات الجماهيرية. فيما يتعلق بقضايا أخرى، في لجان زي لجنة الصناعة أو الزراعة مطلع مجموعة كبيرة جدا من التوصيات لدعم الزراعة والصناعة والاستثمار العام والاستثمار الخاص. طيب لما أنا هاجي أسهل للأستاذ محمد علي ناوي يبني مصنع، لما الدولة تسهل له بناء هذا المصنع، مش ده هيوفر هيخليك تبني بسرعة، هتوظف عمالة، العمالة دي هتفيد المواطن، هتصدر سلعة، هتوقف السيارة السرعة. دي حاجة ناس كتير مش واخدين بالهم منها، أو لما بدعم الزراعة، أو لما بتكلم على حتى قانون، في قانون الوصاية على المال العام، في توصية مهمة جدا ان الوصاية تكون للام بعد الجد، لان الام كانت في مرحلة متأخرة. طب مش دي مفيدة لبعض الناس في المجتمع، مشكلة الطلاق اللي موجودة او فقدان العائل. ها؟ قانون العنف الاسري، لما يطلع قانون يبقى فيه مناهضة العنف الاسري ومعاقبة الناس. في قوانين كتيرة جدا ان شاء الله هتطلع بناء على توصيات الحوار الوطني او اجراءات تنفيذية ستخرج قريبا، كلها هتصب في النهاية في مصلحة المواطن. بس إذا كان المواطن فقط بيتكلم على الحاجات المباشرة، أنا أظن أنه في حاجات هتطلع قريب، ولسه في لجنة مهمة جدا، لجنة التضخم وغلاء الأسعار، لم تنهي عملها بعد، وبالتالي نتمنى أنه هل معنى ذلك، عشان الناس بيقولوا ممكن يقول لك أن الراجل ده بيتكلم في الوسع يعني، هل معنى ذلك ان المشكله الاقتصاديه هتنتهي بكره؟ لا مش هتنتهي بكره، يعني رئيس الجمهوريه بيتكلم طول الوقت انه في ازمه اقتصاديه وبيشيد بصبر المواطنين المصريين. بس في مشكله كبيره، في مشكله عالميه كبيره احنا جزء منها. ممكن نبقى مسؤولين عن جزء، بس في جزء احنا كنا ماشيين كويس، حصل كورونا واوكرانيا، حصل ازمه الامدادات، ازمه التضخم، ازمه الركود، ناس كثيره تعبت، فاحنا تضررنا اكثر. وبالتالي فكرة ان هيكون في زرار هيداس عليه بكرة تنتهي، لا يعني عشان اكون واضح وامين مع الناس. وبالتالي الحوار الوطني، انا مرة كتبت مقال اسمه كده، الحوار الوطني لن يحقق المعجزة لكنه قد يفتح بابا للامل. ان انت يعني لما انت تكون واقف عند نقطة رقم واحد وتتحرك لرقم 3 من 10 افضل منك انت تستمر عند رقم واحد او ترجع لا قدر الله. بس ايه الآلية او الادوات اللي في ايديكم في الحوار الوطني عشان تنفذوا كل هذه المخرجات وانتوا اقرب الى الجهة الاستشارية؟ يعني المجلس امناء الحوار الوطني هو مجموعة من القوى السياسية المختلفة في مصر وبعض الخبراء. الناس دول اجتمعوا ورشحوا كمان معاهم مجموعة من ممثلي القوى السياسية الاخرى وخبراء في كل القضايا المختلفة، بحيث الناس دول يقعدوا يتناقشوا بمشاركة مجلس أمناء الحوار الوطني ويوصلوا للتوصيات. ايه هو اكبر؟ نعم احنا جهة استشارية، ولا يحق لينا ولا نزعم ان احنا خدنا دور البرلمان او مجلس الوزراء، لكن اكبر داعم لهذا الامر السيد رئيس الجمهورية، لانه الرئيس قال بوضوح، هو اللي دعا للحوار الوطني 26 ابريل 22، هو اللي قال اكتر من مرة واخرهم واهمهم في المؤتمر الشباب اللي كان في برج العرب، قال انا اول ما هجين التوصيات هعمل على تنفيذها فورا في حدود اختصاصاتي، سواء في اصدارها كقرارات واجراءات تنفيذيه او تحويلها الى قوانين عبر مجلس النواب والشيوخ. وبالتالي لما يكون رئيس الجمهوريه يكرر اكثر من مره
لما يحيل يوم المؤتمر الاقتصادي لو تتذكر احال المخرجات للحوار الوطني عشان يعمل ورق في قانون مجلس امناء الحوار الوطني رفع القضاء اللي هو الاشراف الاستمرار الاشراف القضائي رحب الرئيس فورا بعد ساعات من صدور المطالبه اكثر من اجراء الرئيس اشار انه استجاب الحوار الوطني. باتريك زكي الافراج عن باتريك زكي استعمال صلاحيات السيد الرئيس اخره محمد دومه حاجات كثيره مجلس الامناء كان بيتكلم في مرات كثيره جدا يناشد السيد الرئيس ويناشد المسؤولين كلهم في اختصاصه ببعض الاشكال يتم استجابه فبالتالي هذه ضمانه. بعض الناس ثاني هيطلع يقول لك يا اخي انت يعني الناس ما اعرفش ايه وانت يا سيدي في السياسة عليك أن تكون يعني مدركا للواقع أن تكون يعني أن تحقق خطوة للأمام أفضل من أنك أنت تظل مكانك لا شيء يعني على المستوى الشخصي وأظن أي مواطن نتمنى أن كل الأمور تتحل بكرة بس افرض ده مش متاح فعلينا أن احنا نقول والله بنحاول أن في خطوة عملناها وبنبص لقدام وبنتمنى أن الأمور تبقى أفضل إن شاء الله. هل يعني حصل تقاطع من الحوار الوطني مع الانتخابات الرئاسية؟ هل أثيرت مثلا يعني نقاشات حول الانتخابات الرئاسية القادمة مثلا؟ لا من حيث الموعد ولا كانت الانتخابات خارج لا الحوار الوطني ليس معني بهذه القضية لأن دي قضية استحقاق دي قضية تنظيمات دستورية استحقاق دستوري دي نمرة واحد نمرة اثنين لكن النقطة المهمة ضياء رشوان الأمين منسق عام الحوار الوطني ورئيس هيئة الاستعلامات الراجل كان في جدل كتير جدا على المواعيد الحاكمه ناس كتيره جدا كانوا بيتكلموا على انه في تبكير للحوار الوطني سوري للانتخابات الرئاسيه والناس قعدت تعمل سيناريوهات غريبه جدا جدا ولم ما هو القول الفصل ما حدش كلف نفسه يقرا الدستور. الدستور بيقول ايه؟ الدستور فيه مواد ثابته اللي هي الماده 142 بتتكلم على شروط الترشح والاجراءات لكن كان في التعديلات الدستوريه بتاعت 2019 كان في ماده انتقاليه اظن 242 ان لم تخن الذاكره بتتكلم على بدل ما انت كنت بتبدا الاجراءات في ابريل لانه رئيس الجمهوريه وقتها انتخب في يونيو عملت ماده انتقاليه يعني ماده لمره واحده بتقول انه انت بترجع 120 يوم لورا من تاريخ 2018 مش 2014 وبالتالي لابد ان تبدا كل الاجراءات التنظيميه الخاصه بالانتخابات قبل 3/12 يعني يفترض قبل 3/12 تكون بدات قبل 3/12 ده يعني ايه يعني ممكن تبتدي في شهر سبتمبر خلال نعمل أكتوبر. اجراءات تنظيميه وتعمل الانتخابات لو حبيت تعمل الانتخابات طبيعي يعني ليه؟ يوم 3/12 لازم نعرف مين الرئيس لا يوم 3/12 انا هنا بتكلم تقدير بنشرح الماده لا يوم 3/12 تكون بدات الاجراءات وعملت الحاجات وتكون خلصت الاجراءات تكون كل حاجه بداتها من 3/12 فبالتالي ممكن تبدا 3/12 انتخابات ها لكن مش تعني الرئيس دي نمره نمره 2 في جزء حاكم كمان انت طالما ان انت قررت ان يبقى في اشراف قضائي كامل على الانتخابات طبقا للقواعد السابقه انت تعلم انه في ماده اسمها مفوضية العليا للانتخابات نعم المفوضية دي اللي هي الهيئة الوطنية للانتخابات مفروض دستور 2014 قال ان احنا نمشي بالنظام بتاع القاضي لكل صندوق والاشراف القضائي الكامل لمدة 10 سنوات تكون الهيئة الوطنية للانتخابات استكملت اجراءاتها وقوامها وقوتها وصلاحيتها وكل ما يتعلق بالجهاز الاداري بتاعها عشان تبتدي تشرف على اي انتخابات تبدأ بعد نهاية العشر سنوات بيخلصوا امتى 17 يناير 24. فبالتالي بما انه رؤية انه لسه الهيئة الوطنية لم تستكمل كل فريقها وخوفا من انه يبقى في اي تأثير فيما يتعلق بضمان الحيدة ونزاهة واشراف القضاء على الانتخابات فالحوار الوطني رفع توصية الى السيد الرئيس ان يمدد الاشراف العام على القضاء. فالانتخابات لما هتتعمل لابد ان تجري قبل 17 يناير. ليه؟ لان انت يوم 18 يناير ينبغي عليك انك انت تبتدي تبقى تبقى المفوضيه فانت قبل 17 ده ميعاد حاكم احد المواعيد الحاكمه والا انك انت لانه الهيئه الوطنيه للانتخابات انت عايز فريق وعايز فريق كبير واذا يبقى عليك تخلص الاستحقاق ده بعدها قبل 17 يناير بالظبط كده فده فبالتالي ضياء رشوان يومها في اول جلسه انا اظن كنا بنناقش قانون تداول المعلومات وقال بوضوح شرح هو المستشار محمود فوزي رئيس الامانه الفنيه هذا الجزء بوضوح
وناس كتيرة بما فيهم صحفيين وخبراء ما كانوش واخدين بالهم من النقطة دي، ان في حاجات تنظيمية وحاجات في الدستور لو الناس كانت قريتها بهدوء كان وفر عليهم الهري الكتير جدا اللي هو متعلق بانتخابات مبكرة ولا. طيب دعنا نذهب الى ما جرى الساعات القليلة الماضية. رئيس حزب الوفد بياخد عدد من اعضاء الهيئة العليا مؤيديه ويذهبوا امام ضريح سعد كرمز وفدي كبير، وبذكرى كمان ذكرى سعد الزغلول ومصطفى النحاس وفاسرة جديد، وبيعلن ترشحه للانتخابات او نيته قوض الانتخابات. في هذه الاثناء قام حزب مستقبل وطن باصدار بيان امس بيعلن فيه يعني تأييده ودعمه لأن يقوم السيد رئيس الجمهورية بالتقدم بأوراق ترشحه مرة أخرى. ناخد تعليقك على ما فعله حزب مستقبل وطن. حزب مستقبل وطن البيان اللي طلع امبارح انا متصور ان هو بيان طبيعي جدا وليس فيه مفاجأة كبيرة. حزب مستقبل وطن هو يعني ليس حزب حكومي لكنه الحزب الداعم الاكبر للحكومة بحكم ان هو تقريبا هو حزب الاغلبية، وبالتالي لم اكن متفاجئا في البيان اللي طلع لانه بيقول بوضوح انه نحن نرى انه لابد ان نؤيد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى يستكمل ما بدأه من إنجازات. والبيان بيستعرض مسيرة الدولة المصرية من سنة 2014 حتى الآن، وبيقول إنه فيه حاجات كتيرة جدا اتحققت على أرض الواقع في مجالات كتيرة جدا، وضمان استكمالها الأساسي يعني واقف على إنه الرئيس عبد الفتاح السيسي يترشح ويكمل حتى ينهي ما بدأه من هذا المشروع. وبالتالي كان أمرا طبيعيا ومنطقيا أنه يعلن دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي لكي يواصل مسيرته من وجهة نظر حزب كده. حزب مستقبل الوطن هل هو بيطلق طلقة البداية بحيث عدد من الأحزاب الأخرى تعلن تسير على هذا المنوال وتدعو عبد الفتاح السيسي ان يكون مرشحا للانتخابات القادمة؟ لا اللي حصل يعني هنلاقي أحزاب أخرى في حزب بالفعل حزب حماة وطن اعلن قبل حوالي اظن اسبوعين او ثلاثه كان اجتمع وقال ان احنا سنبحث الدفع بمرشح للانتخابات، وبعدها بيومين او ثلاثه على ما اتذكر عملوا مؤتمر صحفي كبير وقالوا ان احنا اجتمعنا وراينا بعد دراسه ان احنا لن نرشح شخصا وسندعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهوريه، واظن احد الاحزاب الاخرى بس مش متذكرها للاسف. لكن احنا عندنا ما يزيد عن 100 حزب 104 اظن 84 حزب رسمي يعني مسجلين، وفي بقيه الاحزاب لحد يعني يوصلوا 104 احزاب تحت التاسيس. في حزب الشعب الجمهوري اعلن ترشيح رئيسه حازم عمر مرشحا رئاسيا في الانتخابات المقبله، إضافة لما أعلنه السيد سوري عبسنة يمامة. لكن عبسنة يمامة أنا أظن يعني لست متأكدا امبارح بعد ما حصل الاحتفال قال إن هو حصل على موافقة الحزب، ونعلم طبعا إن كان فيه بعض المشاكل الداخلية بعض أعضاء حزب الوفد كانوا بيقولوا إنه الأمور لم تسر كما ينبغي لها طبقا للائحة، ولا بد أن تجتمع هيئات الحزب الطبيعية وتتخذ قرارات طبقا لترتيب لائحي حتى تحسم أمر الترشح. لكن أظن طبقا للسيناريو اللي الواحد شايفه أو للتطورات اللي شايفها أنه عبسنة يمامة سيكون مرشحا لحزب الوفد في الانتخابات المقبلة. كل دول لا يزالوا مرشحين محتملين. نعم. لأنهم لازم يحصلوا على عدد من الضوابط والشروط. نعم. تأييد 20 نائب في البرلمان أو 25 ألف توكيل انتخابي في الشارع العقاري من 15 محافظة. من 15 محافظة شرط أن كل محافظة فيها ألف توكيل. فبالتالي أي واحد يقول أنا مرشح لازم يعلن ده ويروح الهيئة الوطنية انتخابات يقدم ورقه ويأخذ الورقة من الهيئة الوطنية أنه استوفى كل الأمور، وينتظر الطعن كمان لأنه فيه فترة طبقا ان هو ان الهيئه تدرس الورق ده من كل الجوانب وتشوف هل في طعون ولا لا. في اللحظه اللي تقول انه صار فلان وفلان وفلان هم اللي هيخوضوا الانتخابات، ده الجزء الرسمي اللي احنا هنشتغل عليه كناخبين يعني او كصحافه واعلام. هل هناك فارق في اجواء انتخابات 2024 على الانتخابات الرئاسيه السابقه؟ خليني اخذ الاجابه من ضيفي بعد الفاصل.
مع اقتراب يعني اجراء الانتخابات الرئاسيه، هل لما نيجي نقارن الزخم بتاع الانتخابات اللي فاتت بالانتخابات القادمه، هل الاجواء مختلفه؟ هل يعني هل هي حاليا اكثر صعوبه، ستتم في اجواء اكثر صعوبه بسبب الظرف الاقتصادي دخلي عالمي الكلام ده مقارنه باللي فاتت؟ بطبيعة الحال يصعب المقارنة الكاملة، لأنه أولا الإجابة على هذا السؤال ما ينفعش تبقى نهائية دلوقتي لسبب بسيط، إن إحنا لسه المشهد ما بانش. السؤال ده ممكن يبقى أكثر وضوحا ليلة الانتخابات، ليلة الانتخابات لما تبقى عرفت مين المرشحين. لكن ظن الشخصي إن هي في كل الأحوال مش هتبقى زي الانتخابات اللي فاتت، يعني الانتخابات اللي فاتت أظن كان المرشح موسى مصطفى المرة دي على الأقل إحنا عارفين إن يبقى في أكثر من حد. وربما يبقى المهم هل من الآن حتى نصل إلى إغلاق باب الترشيح، هل في أسماء أخرى هتنضم؟ حجم هذه الأسماء إيه؟ قيمتها إيه في الشارع؟ محدش عارف، محدش يعرف، لأنه لسه محدش نسمع كلام كتير. لكن الفيصل أنه يأتي بـ20 تأييد من أعضاء مجلس الشعب أو 25,000 توكيل أو 25,000 هو ده الفيصل. فأي حد يقول أنا مرشح لازم يجي. لكن عندنا دلوقتي يعني بالتعبير الصحيح المرشحون المحتملون حازم عمر، عبد السند يمامة، وبالطبع الرئيس عبد الفتاح السيسي. بس لسه الرئيس السيسي لم يعلن. لم يعلن رسما، أنا بقول المحتملون، ما قلتش النهائيون يعني. طيب حسب ليك إلى التحديات اللي هتواجه رئيس مصر القادم، يعني ايه ابرزها من وجهة نظرك؟ بص، يمكن انا بالصدفة كنا بنتكلم مع بعض في الفاصل انه كان الله في عون اي شخص مسؤول في مصر هذه الايام، لانه هذه الايام الظروف الصعبة، الظروف الدولية والاقليمية والمحلية ليست هي الافضل على الاطلاق في مجالات كتيرة جدا. العالم كان ماشي شوية معقول، فجأة احنا بدأنا الى حد ما حاجة كويسة في البرنامج الاقتصادي في 2016، لانك انت كنت عايز تصلح مسيرة اقتصاد تعبان بيعاني من اختلالات هيكلية كبيرة جدا من عقود للامانة، يعني عشان ما نقولش بس لشخص او للنظام فقط لا غير. وفي اللحظة اللي بدأت تقف على رجليك وتمشي وتعمل مشروعات اقتصادية كبيرة جدا، فوجئت بكورونا. ماشي، لسه هتشم نفسك، جت الأزمة الأوكرانية في 24 فبراير 2022، وكان أحد نتائج الاثنين دول خلل كبير جدا في سلاسل الإمداد. يعني باختصار شديد جدا السفينة اللي كانت بتطلع من الصين وبتيجي أفريقيا لو كانت بتجيب سلعة في 5 أيام بـ100 جنيه بدأت تيجي في 10 أيام وبـ1000 جنيه. الأزمة الأوكرانية بدأت تعمل، يعني أكيد الناس اللي متابعة دلوقتي ما يسمى به أزمة الحبوب، كيف يمكن تصدير الحبوب الأوكرانية إلى العالم، ودي بتاخد حصة مهمة جدا، وإحنا دي نمرة 2 اللي بنستورد منها بعد روسيا. فبقي في مشكلة كبيرة جدا، سعر طن القمح كان بـ245 بقي بـ500، هو رجع بعد كده شوية. لكن أنا بقول لك إن حصل خلل كبير جدا، هذا الخلل عمل مشكلة التضخم. التضخم باختصار شديد جدا، الولايات المتحدة كانت سعر الفايدة في البنوك بتاعتها يا 0 إلى 0.5%، النهاردة واصل إلى 5.5 أو 6.25. أنا آخر مرة كان من حوالي أسبوع على ما أتذكر، إن لم تخن الذاكرة. يعني بقي 5.5، أنت كنت معتمد في جزء أساسي في اقتصادك أنت وجنوب أفريقيا وتركيا على ما يسمى الأموال الساخنة، إن أنا بجيب الراجل الأوروبي أو الأمريكي بدل ما يروح يحط فلوسه في البنك اللي هناك بـ0% يجي عندي او جنوب افريقيا وتركيا احطه بـ15% او 10% يديني الدولارات استفيد بيها في البنك المركزي، امول بيها الواردات وحاجات كتيره جدا او اقساط الديون، ويحط الفلوس بتاعته بالجنيه المصري ياخد بيها 15 او 16 او الرقم اللي موجود، وبعد سنه مثلا يروح واخد فلوسه دي مغيرها وراجع وماشي بيها. فده كان مبلغ الى حد ما كبير في على ما اتذكر، انه في الاسبوع الثاني او الثالث من الازمة الاوكرانية في مارس خرج $22 مليار مرة واحدة. دول عملوا لك ازمة كبيرة. ده طبعا ده عامل خارجي بسبب الحرب، لكن كان فيها جزء كان المفترض اظن انه يبقى عندنا احتياطات اكبر، ان انا ما اخليش نفسي تحت ضغط الاموال الساخنة بس. فالنتيجة ان انت بدأت يبقى عندك
الثغره دي او الفجوه دي اللي هي السلع انت بتستوردها. ولذلك لما قعدت السلع في المواني العلف ما بيطلعش، ما فيش دولارات، فبالتالي حصلت جزء من ازمه الارتفاعات الاسعار. ده عمل ازمه كبيره الناس كلها بتقر بيها. الدوله بدات تعالج هذه الازمه، وبالتالي هذا تحدي كبير. انا اظن ان هو التحدي الاكبر على الاطلاق لاي رئيس قادم اللي هيقعد على الكرسي عنده ازمه اقتصاديه طبعا موجوده، ونتمنى ان هي تنتهي بكره او تخف. يعني لسه وانا داخل في تقرير مهم بيتكلم عن متى تبدا الولايات المتحده في التوقف عن رفع سعر الفائده. ده خبر المفروض يهمنا كلنا، صح. على العالم كله يفترض ان يهتم الاقتصاد الامريكي. ليه؟ لانه الاقتصاد الاكبر 22 تريليون اذا عطس اصيب الاقتصاد العالمي بالزكام. فهم لما عطسوا كلنا اصبنا بالزكام، فلما يتوقف عن رفع سعر الفائده والسعر يبتدي يرجع نبدا نلتقط انفسنا، نلتقط العالم كله. فبالتالي ده مؤشر مهم للعالم انه الاقتصاد الامريكي يقف على رجليه مره ثانيه عشان الدوره تستمر. بس البعض هيقول لك استاذ عماد كورونا كانت على العالم كله، والحرب الروسيه الاوكرانيه كانت على العالم كله، صحيح. ليه احنا اكثر تاثرا كده؟ لسبب بسيط جدا، لانك انت بتستورد اكثر من 60% من القمح، 90% من الزيوت، اظن 60% من الذره، الميه عندك قليله، فبالتالي ما بتقدرش تزرع كل المحاصيل بتاعتك اللي انت عايزها. تكلفه استصلاح الاراضي الزراعيه بتاعتك ضيقه جدا جدا. تكلفه استصلاح الاراضي قبل كورونا واوكرانيا كانت حوالي 200,000 جنيه للفدان. ما عندكش، انت عندك الصناعه والزراعه لا يشكل الا حوالي 15 الى 17% من الناتج القومي الاجمالي. الزراعه والصناعه؟ الزراعه 15 والصناعه 15 او 16 يعني. امال الباقي ايه؟ سياحه وكده؟ خدمات وسياحه. خدت بالك؟ فانت الطبيعي ان انت يبقى عندك، كلما زودت الصناعه والزراعه تحديدا، يعني زودتهم يعني هيبقى عندك شغل للناس، فرص عمل، يعني هتقلل الاستيراد، هتكتر الصادرات، فبالتالي مش هتبقى قاعد الان على العمله الصعبه. طيب واحنا ده كلام للامانه، بس ده هياخد وقت، مش هيتم بس مهم ان انت وربما يكون الحوار الوطني عامل ده او بدا يضع اللبنه الاولى او اول الطريق. في المقابل احنا مصر دخلت النهاردة في مجموعة البريكس بداية من اول يناير 24. هل دي فرصة لمصر انها تستفيد من ده؟ هل احنا عندنا صادرات تصدر للدول دي؟ قولا واحدا، خطوة جيدة ومهمة على المستوى النفسي والسياسي والاجتماعي وطبعا الاقتصادي، ماشي، وعلينا ان نستغلها جيدا. لكن برضو الاعتقاد انه، لان انا شفت كتابات على الانترنت كل مشاكل مصر هتتحل، او مش يا ريت، بس ده مش هيحصل. العالم لا يدار بهذا الشكل. انت ايه هو قوه اقتصادك؟ كلما تحسنت كلما زاد تاثيرك، وبالتالي وعشان يبقى الكلام واضح، الكره عندنا احنا، لكن هي دي خطوه مهمه. الناس دول بيشكلوا نسبه كبيره من اقتصاد العالم، 42% طيب. سكان و31% اقتصاد. طيب لما يجي ده هيديني فرص اكبر. اذا قررت هذه الدول ان هي تعتمد عملة أخرى غير الدولار، وده برضه مش سهل بالمناسبة، هم نفسهم كلهم، بس الهند لسه معصقة، في قصص كتيرة مهم إن احنا نطلع عليها. الهند الطرفين يعني الصين وأمريكا كل واحد بيشد في جنب، عشان لو الهند مالت إلى جانب هتحسم المسألة. في لأن الهند علاقتها قوية قوي بأمريكا، علاقتها كويسة وعلاقتها جيدة وطبعا في البريكس وعلاقتها بالصين، بس هي والصين متنافسين كبار لأن حدود مشتركة وقصة طويلة. اغلب الظن ان هي هتلعب لصالح نفسها، ممكن ما تعملش هنا او هنا، وده ممكن يبقى تفكير سليم. لكن انا بتكلم على انه احنا بنتاثر بالعالم وما يجري فيه. ازاي انا اخد افضل ما هو متاح في هذا الوقت؟ دي يعني الامور حسن السياسه، بس لما يدعوني الى الانضمام اكيد ليها ثمن كويس، لان في دول 24 دوله هم ما استجابوش الا ل عدد من الدول، منها مصر السعودية الإمارات، لا مصر السعودية الإمارات عرب إيران أثيوبيا والثالثة مين؟ الأرجنتين يعني في ست دول. بنجلاديش؟ لا مش بنجلاديش، لا دخلت والله. يعني المهم انه انا يعني كنت عمال اقرا الدول. هي ميزه البريكس انه متنوع جغرافيا، تقريبا كل قارات العالم، يعني افريقيا، امريكا الجنوبيه، اوروبا،
آسيا يعني حاجة بس. بس لفت انتباهي تصريح البيت الأبيض يعني ايه ولا هيتهزلنا شعره. هل الكلام ده بص اقول لحضرتك يعني حتى ندخل في تفاصيل كثيرة جدا. كان في نظام او في نظام الاقتصادي اللي قايم عليه معظم العالم اسمه برايتون وودز نسبة الى المدينة التي تم فيها انشاء صندوق النقد والبنك الدولي بعد الحرب العالمية على طول. هذا الكلام وضع اسس الاقتصاد كان العالم الغربي هو الاساس فيه والولايات المتحدة اللي بتقوده، وكان قائم على فكرة الاقتصاد بيقيم بالذهب اللي عندك. الولايات المتحدة عملت حاجة غريبة جدا في بداية السبعينات، لغت ربط الدولار بالذهب وخلته بترودولار فبقي العملة الدولار نفسه قيمة في حد. فبالتالي انت العالم كله دايما الناس بيقولوا ان العالم يمول الدولار، بيمول امريكا بالضبط. وبالتالي في كل لحظة الدولار مازال يهيمن على 60% من المعاملات التجارية في اي لحظة، واكبر احتياطي بالزبط. اجنبي في كل البنوك المركزية الدولار. اي لحظة واحد بيستغنى عن الدولار هي خسارة لامريكا قولا واحدا، وخسارة لعدد كبير من الدول والبنوك المركزية. لا بس الاساس امريكا، لان طبعا لان الدولار هيرجع لها، هيعمل تضخم، هيعمل هتبقى دولة عادية في الاقتصاد. ده مش معناه ان هي سيئة، هي دولة رقم واحد عشان برضو الحقائق في الاقتصاد العالمي 22.5 اظن تريليون 25% مشاركة في الاقتصاد العالمي. الصين بعدها 18 او 17.5، الاتحاد الاوروبي كله نمرة 3. فده يوريك برضو لسه هم عندهم قوة اقتصادية. لكن كل ما العالم اعتمد عملة اخرى غير الدولار وقدر يعمل ده هي بوتين بيدعو لده وبيتمناه بالظبط. لكن ده لكن بس نمرة 2 و3 و1 لحد 20 لابد انها تم باقتصادنا احنا، لان احنا اقوياء ونستفيد من التغيرات العالمية. لكن ما يحدث الان ربما يكون بداية تاريخية انه تيجي بريكس دي تبقى عملت حاجة كده مع الفارق، يعني زي اللي عملته عدم الانحياز في منتصف الخمسينات على المستوى السياسي. حلو مشكلة الكلام الحلو ده ان المواطن يجي يقول لك طب بكرة الدنيا هتبقى عاملة معايا ايه، هتتحسن، مرتبي هيزيد، لانه هو بقى تايه. ما هو ده نفس السؤال ده هو اللي بينطبق على سؤال الحوار الوطني يعمل لي ايه. انت كلما اقتصادك كان يتمتع بمرونة، كل ما يكون عنده علاقات يعني بمعنى هقول لحضرتك، انت بتروح مثلا هيبقى عندك قدرة افضل انك انت تصدر لو عندك سلاح كويسة، وتقدر تستورد بشروط افضل. نمرة 2 تقدر تستدين، رغم ان احنا ما بنحبش الاستدانة، بس ده هيديك مزايا. انت عندك مشكلة انك انت تقدر تاخد عايز فلوس دولارات كتير عشان تسد الالتزامات المترتبة علينا في الفترة الجاية. ده بيديك هامش كويس لا شك انه مهم، بس نبقى حاطينه في اطاره. الكرة في ملعبنا احنا، بمقدار ما احنا اقتصادنا قوي وبنتقدم وبننتج اكتر وبنستهلك اقل، بمقدار التأثير ده يكون اقوى. التحدي الاكبر للجالس على كرسي الرئاسة في الانتخابات القادمة اقتصادي ولا سياسي ولا امني ولا اجتماعي؟ انا اظن الترتيب بتاعهم الاساسي هو اقتصادي. الدولة المصرية حل مشكلة الاقتصاد الباقي. الدولة المصرية واجهت تحديات صعبة جدا على المستوى الامني والسياسي في لولا قيام ثورة 30 يونيو. في الفترة من 30 يونيو يمكن 5 سنين أو 4 كان في عنصر الارهاب. عنصر الارهاب الحمد لله بفضل القوات المسلحة والشرطة وتضحياتهم الباسلة وبفضل صمود الشعب المصري ووقوفه خلف القيادة قدرت يعني تحيط هذا الجانب الحمد لله. دحرت الارهاب دحر حقيقي جدا، وده حاجه في منتهى الاهميه، لان انت وانت ما عندكش استقرار ما فيش كلام عن اقتصاد. هو انت شفت دوله فيها حرب اهليه بتتكلم على الاقتصاد كويس ولا وحش؟ بيبقى كل همه انه ازاي يروح بيته اخر النهار. فبالتالي دي نقطه في منتهى الاهميه. انت حسمت دوله، الدوله المصريه استعادت عافيتها، وقفت على رجليها، وجهت ضربه قاصمه للعمود الفقري للارهاب. فبقي كل الناس دلوقتي بتتكلم في الاقتصاد، انه السلع طبعا مشكله لا احد ينكرها والرئيس لا ينكرها طول الوقت. لكن ده معناه ده في جزء تاني ان انت الحمد لله استقريت، الدوله ثبتت وقفت على رجليها قويه، والدوله عادت يعني مسيطره سيطره حقيقيه. فده انت خلصت من الجزء الكبير رغم بعض المناكفات ورغم انه جهات كثيره جدا لا تتمنى لك الخير، ولسه في تحديات عندك. التحدي الاساسي الحدود بتاعتك، الحدود بتاعتك ملتهبه،
احنا موجودين في منطقة شديدة الوعورة وشديدة الصعوبة، عندك ليبيا، عندك السودان، عندك البحر الأحمر، عندك الشرق، غزة وفلسطين المحتلة. ده تحدي، ماشي. تحدي الزيادة السكانية، الزيادة السكانية دي مسألة في يعني، وحتى يفهم كلام واضح، لو انت بتنتج الناتج النمو نسبة النمو بتاعتك 3 أضعاف نسبة زيادة السكان، زيد كما تشاء، بس تضمن ان ده مستمر طول الوقت. الصين بجلالة قدرها دي كلها كانت عاملة طفل واحد لكل أسرة، ولما لمدة سنوات طويلة جدا كانت بتعمل من 10 إلى 13% نسبة نمو سنوي. عملت الإنجاز ده بده، لما رجعت تقول للناس خلفوا أكتر الطفلين، الناس اتعودت على رفضت. فبالتالي أنت عندك شوية تحديات كتيرة جدا، المهم أن أنت تقف على بداية الطريق عشان تحل فيها وتتخلص منها وتبتدي تنطلق إن شاء الله. دي أبرز التحديات أمام الرئيس القادم، وفي المقدمة منها تحدي اقتصادي. تحدي الاقتصاد لا شك، يعني ما أعتقدش أن حد يختلف مع هذا الأمر، أن المواطن يبحث عن أنه فيه فرص عمل، أنه فيه أسعار مستقرة، أنه فيه تحسن في الأجور، كل ما بتعمل استثمار أكتر، كل ما بتفتح مصانع أكتر، كل ما بتقلل الواردات وبتزود الصادرات. وأنا بني حواري معك أستاذ عماد الدين حسين، هرجع لمقدمة ما قلته عن الحوار الوطني، أنه ربما في القريب العاجل تصدر في أخبار، أخبار طيبة جدا تهم المواطن المصري في ملفات عديدة، فيما يتعلق بالتضخم، بالأسعار، بالبناء، عودة البناء. خلينا نكون دقيق، قوانين البناء، الرسوم الدراسية، ديون الفلاحين، دول 3 ملفات رئيسية ربما تحمل الأيام القادمة أخبار سارة عنها. في نهاية لقائي بشكر ضيفي الكريم الكاتب الصحفي الكبير أستاذ عماد الدين حسين، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا أستاذ محمد، كل التحية لحضراتكم. حلقة انتهت معاكم، بكرة يوم جديد، والمصرف عندي، انتظرونا 8 مساء إن شاء الله. سلام عليكم.